صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم وحيثما وجدتم شمالا شرقا غربا وحتى جنوبا صباح الخير صباح البحر صباح الوردي والياسمين صباح الحب صباح الفرح وصباح الالماس الاحلى ناس الاحلى متابعين والاحلى اوفياء اللي راهم يشوفوا فينا اللي هما نتوما مشاهدينا واحبابنا واوفياءنا ان شاء الله شوفوا من مشاهدينا الكرام اليوم عدنا مفاجات اكثر في برنامج صباح الجمعه من قناه اكيد من قناه الجزائر انوان قناه شباب العائله بقوا معنا وما عودنا ولينا لكم مشاهدينا الافاضل اينما كنتم وحيثما وجدتم دائما من بلاطو صباح جمعه من قناه الشباب والعائله مع زميلتي هاجر المتالقه والضيوف اللي شرفونا في هذا الصباحيه اكيد وكي ولفتونا كالعاده احنا نجيب لكم ضيوف يعني اللي يهموكم انتم واللي يفيدوكم اكيد ونسي مختلف الفئات سواء من ناحيه الاطفال ولا حتى الشباب ولا حتى من ناحيه الكبار والان راهم معنا ضيف ونقول أستاذ لي معروف بمعلوماته القيمة وشرحه المبسط لتلاميذ البكالوريا أنا وحدة كنت انتبعه. انتبعه مع الأخت تاعي <applause> ربما نرحبوا مع بعض بالأستاذ مختار عبدوش <applause> أستاذ الاجتماعيات مرحبا بك صباح الخير الله يسلمك أخت هاجر جمعة مباركة لكم جمعة حبيتك. مباركة لكامل الشعب الجزائري وخاصة التلاميذ الأعزاء اللي قاموا عندي في السنة الفارطة <سؤال> نعم. شكرا اذا نحن نزيد نجد ترحيبنا بك استاذ ربما قالت لك كانت تتبع فيك الاستاذه <applause> هاجر <ده نحن> <applause> <applause> يعني الاستاذ يتلاقى مع التلميذات تاعو اكيد اكيد هذا شرف لينا احنا منكم لان احنا منكم اللي جبنا الباك الله منكم اللي وصلنا ومنكم اللي رانا نتعلموا ما احنا ماذا بينا انه كل الطلبه اللي آه مجتازين لشهاده الباك يعني انه يحترموا كل الاساتذه سواء يقدر يوصل المعلومه سواء ما يقدرش يوصل المعلومه اذا ربما استاذ احنا هي فتره اللي راهي فترات التصحيحات وفترة انه راهم ينتظروا في آه هذه من اصعب الفترات على نعم على نعم اذا ربما وش تعليقك آه اول حاجه يعني دوكا نهضر على شهاده البكالوريا بصفه عامه الباك 2024 آه الاسئله فيه كانت في المتناول يعني كما هضرها وزير التربيه قبل اجراء آه الامتحان قال انه الاسئله ستكون في في متناول التلميذ المتوسط كنقولوا يقول التلميذ مم. المتوسط يعني هو التلميذ الذي كان يحصل على المعدل 10 11 حتى 12 مم. هذا المستوى تاع المتوسط يعني كما قال الوزير قال انه الاسئله ستكون من خلال ما درسه التلميذ داخل القسم مم. يعني آه الاسئله كانت في متناول شفنا جميع المواد كان بعض المواد فيها درجه من الصعوبه ولكن ليس بالصعب الممتع يعني مم. مم. آه وكما شفتوا بالك في, في الاعلام والله في مواقع التواصل الاجتماعي ردود افعال التلاميذ كانوا اغلبهم ساتيس كانوا بزافر في كانوا بزاف فرحانين طريقه طرح الاسئله واش قراو وصابوا في لي سوجي والحمد لله هنا ملاحظه يعني الضغط النفسي فيها فيها بالنسبه أكيد. سواء قبل قبل البكالوريا اثناء الامتحان وحتى بعد بعد الامتحان وحنا ولا هنا حنا كاساتذه لازم ندخلوا كمدعمين نفسانيين للتلميذ <applause> نقف معهم حتى يستاجوا ان شاء الله المرحله هذه وتحصلوا على شهاده البكالوريا بمعدلات منيحه ان شاء الله, <applause> الله ان شاء الله, يا رب. إن شاء الله <applause> ربما استاذ كما قلت اكيد انه ستريس فيها فيها قبل ولا بعد الامتحان نروحوا حنايا نتحدثوا عن التصحيح عمليه التصحيح <applause> شهاده البكالوريا هذه السنه بدات في 9 جوان يعني وخلصت في 13 جوان آه، الامتحان كما قلت الاسئله كانت في المتناول هنا يعني باش نوضحوا الساده المتابعين المشاهدين وخاصه التلميذ نقولوا يعني نحكوا له الرحله تاع الورقه تاعك <applause> رحله الاجابه تاعك يعني من تبدا وين <applause> آه، البدايه كامل كانت يعني التلميذ بعد ما يجاوب في الورقه تاعو يدير الاجابه تاعو الورقة تاع يمدها للاستاذ الرئيسي للاستاذ الحارس داخل القسم، مه. بعد الاستاذ الحارس عند انتهاء الامتحان يقوم بنقل هذه الاوراق الى بنك الاوراق الاسئلة الموجودة في المركز مركز الامتحان. آه بعدها بعد ما ينتهي كامل عملية الامتحان من مركز الامتحان يتم نقل هذه الاوراق إلى آه مراكز تجميع. مه. يعني هذه مراحل تاع انتقال ورقة التلميذ من من طاولته إلى غاية الاستاذ المصحح فيتم نقلها الى مراكز تجميع علاش نسموها مركز تجميع يعني هذا المركز يجمعوا فيه الاوراق تاع مجموعه من الولايات عدد مراكز تجميع في مخت... في, ال... في, الوطن كامل هذه السنه بلغ 18 مركز تجميع بعد مركز التجميع بعد ما يجمعوا الاوراق تاع التلاميذ ونحو الجزء الفوقاني اللي هو الجزء المعلومات تاع التلميذ آه هذه تسمى عمليه الاغفال ينحوا الجزء الفوقاني بعد مركز التجميع يدوا الاوراق الى مراكز مراكز التصحيح لا. عدد مراكز التصحيح حاليا في, في الوطن كامل بلغ 94 مركز ما شاء الله يعني هناك زياده فارق كبير ما بين عدد مراكز التصحيح هذه السنه والسنه الماضيه مزا. علاش لانه عدد المترشحين السنه الماضيه كان باقي 2023 كان كان 790 الف اكثر من 790 الف هذه السنه يعني الرقم بالضبط كان بلغ 868 الف و733 مترشح ما شاء الله بين مترشحين احرار ومترشحين نظاميين مم. فهنا اضطرت الوزاره باش تزيد عدد المراكز وعدد المراكز التصحيح والتجميع وغيرها في مركز من مركز التجميع الى مركز التصحيح مركز التصحيح ان شاء الله هذا السبت يتلاقوا يعني الاساتذه مع رؤساء المراكز يوم السبت يعني هو اليوم التحضيري احنا عمليه التصحيح تتم يعني من سبعه ايام الى عشرة ايام نعم فنهار السبت ان شاء الله تبدا اول مرحله اللي هي مرحله مناقشه الاجابه النموذجيه اللي جينا مع الوزاره يعني احنا نهار السبت ان شاء الله نتلاقاو مع الاساتذه المكونين الاساتذه مع المفتشين نناقشوا الاجابه النموذجيه تاع الوزاره نشوفوا شنو هي الامور اللي لازم التلميذ يحطها في ورقه الاجابه باش انا كمصحح نمدلو العلامه وشنو هي الاحتمالات الاخرى اللي يقدمها التلميذ ممكن تكون يعني الاجابات مستحيل تكون متشابهه 100% نعم هنا الاستاذ نعم. لازم تكون عنده امكانيه كيفاش ينتقي الاجابه الصحيحه نعم. ويعرف سلم التنقيط اللي احنا نسموه البارام نعم. هذه تكون يوم السبت ان شاء الله انطلاقا من يوم الاحد تبدا عمليه التصحيح والتصحيح يمر بمجموعه من المراحل كان مرحله التصحيح الاولي يعني المصحح الاول نعم. ثم المصحح الثاني هنا يعني كان مو كان واحد ملاحظه نقدمها بالنسبه لعمليه التصحيح لا باش نطمنوا التلميذ ونقولها التلميذ انا دوكا عندي حوالي سبع سنوات من بديت تصحيح في شهاده البكالوريا ورقتك يا تلميذ يعني رأي في ايادي امنه جميع الاساتذه احنا كما مثلا في بكالوريا سابقاً نشفى السيد المفتش كيطلع في المصطبه كنا نناقشوا في الاجابه النموذجيه بعد ما ناقشنا الاجابه النموذجيه قلنا قلنا التلاميذ هذو راهم ديرهم كشغل كيما كي ابنائكم صحيح خاوتكم صح. يعني انت كي في الورقه تاعو أحا... كان بعض الامور لازم المصحي يتغاضى عليها شويه اكيد ميزير. ونديروا في بالنا ايضا يعني هذه النقطه حبيت نذكرها اليوم انه هناك بعض التلاميذ يفوتوا على ظروف صعبه شويه سواء من الناحيه النفسيه الناحيه الماديه آه مثلا درت دوره تحضيريه في احد الولايات في اخر الدوره جاتني تلميذه قالت لي يا استاذ انا عندي مرض مزمن وعندي سنوات وانا نقرا بالمراسله واستاذ راني حاب نفرح يما وبابا يا لو كان نجيب الباك مم. يعني تخيل انت كمصحح تطيح عندك الورقه تاع التلميذ هذه لازم شويه تتعامل معها بطريقه ب... اكيد كما نقولوا احنا فالتصحيح كما قلت يمر بمرحلتين مرحله التصحيح الاولي ثم المرحله التصحيح الثاني مم. قال مثلا انا المصحح رقم واحد مديش التلميذ هذا على 10 آه بعدها كي نكملوا يومين المفتش يعلن على نهايه التصحيح الاول ثم مم. ننتقلوا الى التصحيح الثاني. مم. الورقه تاع التلميذ هذا اللي مديت له 10 تروح لاستاذ اخر. نعم الاستاذ الاخر هذاك ما على بالوش انا شحال مديت التلميذ هذاك يصحح بالطريقه تاعه يصحح وفق البرام هذاك. نفترضوا مثلا انا مديت له 10 وهذاك الاستاذ مد 12 يتجمعوا 10 مع 12 ويقسموا على زوج يدي 11 تلميذ. فوالا في حالة ما إذا كان الفارق ما بين المصحح الأول والمصحح الثاني أكثر من أربع نقاط بالنسبة للمواد الأدبية وثلاث نقاط ونصف بالنسبة للمواد العلمية مه. هنا الورقة تاع المترشح تروح إلى المصحح الثالث مه. المصحح الثالث نفترض مثلا مثل التلميذ مثل 14 مه. وش يديروا يجيبوا علامة المصحح الثاني زائد علامة المصحح الثالث يقسموها على زوج <applause> النتيجه هذيك الاخيره هي تلت. فوالا هنا مم. يعني هنا باش نطمنوا التلميذ مستحيل مستحيل آه يغلطوا يعني ثلاث اساتذه يغلطوا في حقك. مم. صح, صح ممكن صح. الاول يغلط بصح الثاني ما يغلطش واذا غلط الثاني نفترض احتمال احتمال الثالث مستحيل يظلمك. هذا العام كما قلت لك مقبل اكيد التصحيح الرابع. التصحيح الرابع مم. التصحيح الرابع يعني في حاله ما اذا كان فرق وهذه نادره نادره ما التصحيح الرابع اعتمدت عليه الوزاره في باك 2023 وراح هذه السنه ان شاء الله آه كما قلت يعني نادر راح يصرى التصحيح الرابع ولكن في حاله ما اذا كان فرق كبير ما بين المصحح الاول والثاني والثالث الورقة تاع المترشح تفوت إلى المصحح رقم أربعة. <تصحيح> هذه عملية التصحيح ونطمئنوا التلاميذ يعني بإذن الله الأوراق تاعك في أيدي آمنة وإن شاء, 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 شاء الله في خير وربنا إن شاء الله. إن شاء, إن شاء إن الله إن ربما كذلك نقطة في في التصحيح ربما كيفاش راح يكون التصحيح خلينا من النقاط خلينا من الأساتذة ربما في الجواب النموذجي. الإجابة النموذجية. الإجابة النموذجية يعني كيفاش يكون الانتقاء تاعكم ربما اسكو عندهم ديمو كلي لازم يحطوهم في هذيك الجملة. ولا في هذيك الفقرة ولا في طيب. هذيك الوضعية نعم بون أنا بخصوص أنه أنا ندرس مادة التاريخ والجغرافيا نعم. تجينا الإجابة النموذجية من عند الوزارة آه نصيبوا أمام كل إجابة كان واحد العبارة هذه لازم يفهموها التلاميذ يقول لك كل إجابة صحيحة تقبل مه. مش لازم انا التلاميذ اللي حضوريا مثلا نقول له مش لازم دير كوبي كولي شو مديت لك انا داخل كلاسه تقدر تشد المعلومه افهمها وعبر بالطريقه تاعك المصحح كي يشوف الاجابه تاعك صحيحه ماشي لازم تكون وش راه في راس المصحح لا لا ولا لازم تكون كوبي كولي كيما كيما الاجابه النموذجيه تاع الوزاره هنا لازم التلميذ فقط تكون الاجابه تاعه صحيحه وفقا المنهجية المتعارف عليها يعني في في الامتحان شهاده البكالوريا مم. هذه طريقه انو كيفاش نخيروا احنا الاجابه ملاحظه اخرى بالنسبه احنا كي نبداو بطبيعة الحال كاين في البداية كان كما قلت لك يوم السبت راح يجتمعوا الأساتذة المفتشين ويناقشوا مه. الإجابة النموذجية على الوزارة مه. في بعض الأحيان تكيف الإجابة النموذجية وفق, وفق درجة صعوبة الأسئلة نفترض مثلا قال سمعنا كاع مثلا قال مادة الرياضيات كان التمرين رقم واحد ولا رقم اثنين صعيب هنايا آه. المفتشين والأساتذة كامل في الوطن يتفاهموا باش ينقصوا التنقيط على هذاك التمرين صعيب <applause> هكذا باش كي يمدوا حظ اكبر للتلميذ وهنا <applause> دائما نعاودها نقولوا انه احنا كاساتذه راه مع التلميذ دائما نوقف مع التلميذ باش ماذا بينا نسبه النجاح تكون تطلع يعني <applause> هذه <السنة. تصفيق> علما انه نسبه النجاح العام اللي كانت منخفضه قليلا يعني كانت <applause> 50.63% وادنى شعبه كانت شعبة أدب وفلسفة وإن شاء الله التلاميذ يقرأوا أدب وفلسفة إن شاء الله يجيبوا لنا معدلات من هذا العام تطلع النسبة إن شاء الله ربما <applause> ربما على حسب الإحصائيات على حسب شفنا التلاميذ قالوا أنه سنة شعبة أدب وفلسفة كانوا سهلوا لهم سهلوا لهم فوالا وإن شاء الله هذا العام تكون النسبة تاعهم جيدة لأنه العام اللي فات حوالي 30% 33% فقط اللي إن شاء الله هذا العام يحققوا لنا نسبة قليلة ودائما كما نقول للتلاميذ نقول لهم أي تلميذ تعب راح ينال أكيد اه كيما حنا نعرفوا واحد الحكمه يقول لك من حصد اكيد صحيح. يعني الانسان اللي تعب واجتهد راح ينال مم. وهنا ملاحظه يعني من الناحيه النفسيه انا التلاميذ تاعي دائما نقول لهم باللي سنه الباكالوريا تعلمك المسؤوليه مم. تعلمك روح المسؤوليه يعني انت راح تسيب النتيجه تاع قراراتك في الماضي مم. بديت تقرا في شهر سبتمبر قريت واجتهدت وتعبت وصرت بعد في الريزولت راح تكون نتيجة مليحه ان شاء الله بس اذا تهاونت انتيا راح تكون نتيجه ممكن ما تعجبكش. هنا <applause> لازم تعلم على حاجه انه حتى الاولياء التلاميذ نوجه لهم هذه الفكره أنه في سنة الباكالوريا تخلي وليدك يعرف أنه القرارات اللي راه يديرها في الدنيا هذه لازم تكون عندها مسؤولية يعني مم. لازم تكون مسؤول على قراراتك صح أكيد قراراتك أنك أنت باش تقرأ قد قررت باش تقرأ وتحقق نجاح الحمد لله حتى وش وش قررتها في الماضي تاعك آه ليصونصي يعني إن شاء الله تكون فيها خير ونتمنى النجاح الكامل آه إن شاء الله يا ربي إن شاء الله مم. ربما أستاذنا أنا نعاود نولي آه نبقاو في التصحيح آه لأنه خلاص خلاص نهضروا على التصحيح آه بالنسبة لل... الوضعية الإدماجية يعني الجزء الثاني سواء في التاريخ ولا في الجغرافيا المقال جغرافيق. التاريخي ولا واضح. الجزء الثاني هكا اه اه أكيد دونك هما أكيد كاين يعني عدد أسطر ولا ليكون محدود هنا حبيت عليه على منهجية الإجابة بالنسبة للمقال التاريخي اه والمقال الجغرافي حنا دوكا في مادة التاريخ والجغرافيا في السيام نسموها الاجتماعيات مم. لانه فيها تربيه مدنيه تاريخ جغرافيا في المرحله الثانويه نسموها ماده التاريخ والجغرافيا عندي عندي سوجي في التاريخ وسوجي الجغرافيا التاريخ عليه 10 نقاط والجغرافيا عليه 10 نقاط التاريخ يتكون من جزئين الجزء الاول فيه ست نقاط يحسبوا عليه ست نقاط آه، يسقسوا على المصطلحات الشخصيات التواريخ الجزء الثاني مقال تاريخي المقال التاريخي المنهجيه مش كما كانت بكري مم. تبدلت المنهجيه بكري كيفاش كانوا يكتبوا مقال يقول له اكتب لي مثلا ما قال هكذا تهدر فيه على امره مع الحرب البايده تيميدي يعبر على شكل فقره مه. على شكل فقره مؤخرا يعني انطلاقا من باك 2008 الى غايه يومنا الحالي باك 2024 منهجيه من الاجابه تكون على شكل مطاط مه. يعني هيكل المقال مما وش فيها هيكل المقال فيها المقدمه العرض مه. الخاتمه المقدمه تكون تمهيد العرض يكون على شكل مطاط وهذه مه. ملاحظه مهمه بزاف بزاف ودائما نعاودها للتلاميذ المقال يكون على شكل مطاط في بعض الاحيان احنا ذكرنا صحنا في الباكين بعض المصححين يشوفوا كتبت المقال على شكل فقره يحسب ما يحسبوش العالم فوالا يعني يحسب لك المقدمه والخاتمه فقط مهم. عندك مقدمه عرض خاتمه هذه بالنسبه للمنهجيه اربع نقاط بالنسبه للمقال تاع التاريخ واربع نقاط بالنسبه للمقال تاع تاع الجغرافيا الجغرافيا نعم إحنا نعاودوا نقولوا للطلبه اللي راهم ينتظروا دائما النتائج على احر أه من كما يقولوا اكيد أه واش تقدر تعطي لهم كنصائح وربما ما ملي ما داش واش تقدر تقول له ولي ده وش واش تقدر تقول له آه، الان بحكم يعني القرب السن بيني وبين تلاميذ على البكالوريا يعني انا دائما كنكون نقري فيهم وننصح فيهم هكذا نقول لهم باللي انا راني قريب يكون في السن وعلى بالي بالحاله النفسيه اللي راكم تجوزوا عليها وانا الباك تاعي جوزته في 2012 يعني اي حاجه راك تحس بها انا حسيت بها من قبل يسمى انا عندي خبره عليك دو بريفيرون تسمع لي وتركز معايا لانه الامور اللي راح نقدمها لك تريحك نفسيا نعم انت كمترشح تاع بكالوريا كان احتمالي ممكن تكون قريت ممكن تكون ما قريتش نعم صح اشتست شهاده البكالوريا الان الاجابه تاعك راهي موجوده في الورقه نعم سواء انت قلقت روحك ولا ما قلقتش روحك الاجابه لن تتغير صح الانسان يحاول كي سولاجي يرتاح يتكل على ربي سبحانه يقول يما هو بابا يدعو له يدعي ربي سبحانه وان شاء الله فيها خير آه نصيحه هنا يعني راني يعني متعمد باش نذكرها في المرحله هذه ماذا بين يسمعوها التلاميذ اللي هي انه في المرحله هذه مرحله حساسه بزاف خاصه من بدايه التصحيح الى غايه الاعلان عن النتائج نصح نصيحه مهمه حاولوا يبعدوا على مواقع التواصل الاجتماعي اكيد صح يعني تسبب لهم توتر كبير <applause> وراح يتعبوا من الاشاعات والاجابات النموذجيه آه هنا بما انه ذكرت الاجابات النموذجيه راح نهضر على كي يدخلوا الان الى مواقع التواصل الاجتماعي حيرو ماركو انه كاين بزاف اساتذه ينشروا الاجابات تاعهم على البكالوريات. <applause> الإجابة تاع الأستاذ هذيك ماشي الإجابة المحتملة ده من طرف الوزارة هذه الحاجة الأولى يعني ممكن تكون الإجابة تاعو صحيحة ولكن أنت تهبط لك المورال ديموراليزيك تشوف الإجابة هذيك تصيبها مختلفة تماما على الإجابة تاعك آه نعم هنا احنا أنت واش على واش لازم تعتمد لازم تعتمد الإجابة النموذجية تاع الوزارة هذه حاجة والحاجة الثانية ما تحتمش عليها بالمئة في لأنه كان بعض الأساتذة حتى الإجابة في احنا كمصاحين الإجابة تاع النموذجية تاع الوزارة ما تعتمدوش عليها 100% كما قلت لك في البداية كيف والإجابة تاع التلميذ مع مع الصعوبة ولا السهولة تاع السوجي تاع الباك هذا <applause> آه كنصيحه يعني كما قلت يبعدوا على مواقع التواصل الاجتماعي، حاول تخرج حوس ولا سولاجي سي كيفاش ديفولي انسى كاع الباك، كي تخرج على تاع الباك، ان شاء الله فيها خير. ان شاء الله. هيو. وبالنسبه للاولياء حاولوا خلاص دوك الباك راح ما تضغطوش على ابنائكم. مه. وفي حاله ما اذا هذه قلنا في حاله ما اذا كان المترشح رصب في الامتحان آه انا دائما نقول للتلاميذ تاعي نقول لهم آه في السنة الباكالوريا اقرا معايا زميل. <applause> انا الباك تاعي جبته ب 14 ميزينة. درت مدرسه عليا يعني للاساتذه هو جابه 8، عاود الباك الصيف رأسي. كامل الصيف كامل يعني مدي موراليزي مخرج كاع من الدار العام اللي من وراه جاب الباك تاعو ب 14 تلاقيت معاه في الناس تاع بزريعه في العاصمه قلت قطلوا... له قلت له شخصيا كنت جبت الباك تاعك من الاول ب 10 خير ولا كيعاود خير قال لي الحمد لله يا ربي كيعاود سبحان الله حكمه يسمى هنا ربي سبحانه يقول لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم أه انت كتلميذ حنا ناملوا بالقضاء والقدر اللي عليك خليه على ربي سبحانه اللي فيها خير ربي ما شاء الله ممكن الخير في الاعاده صح صح وهذه صح. موجهه للاولياء الاولياء ممكن الخير في الاعاده خاصة إن ربما الاستاذ الطلبه اللي ما كانوش يراجعوا طلبة اللي كانوا يقول لك خليه حتى مع الاخر صح صح, لازم, لازم ما يعني ما عندوش كما قلتها من الاول تحمل تحمل قراراتك هذه صح, صح, صح يعني انت انا دوكا بكى... نستغربها بزاف التلميذ اللي ما ما قراش كامل ومن بعد يولي كشغل مقلق بزاف زياده على النتائج تاع الباك فوالا ما درت لي عليك وان شاء الله فيها خير وان شاء الله كاملين ينجحوا تحصلوا على جلسه ان شاء, شاء, الله, على شاء الله ان شاء الله يا رب النجاح والتوفيق لكل من اجتازوا الشهاده وان شاء الله يفرحوا هم ويفرحوا ربي احنا رانا إذا مقلقين اكثر منهم يعني صح ال... صح. واكثر حاجه يعني متعبه للاستاذ مش متعبه يعني فيها يحس كشغل كاينه مسؤوليه على رقبته هي عمليه التصحيح مم. <applause> آه، احنا كيما على بالكم كي يحطونا آه، اوراق الاجابه احنا دوك الباكي فيها 200 ورقه الاوراق هذيك ما فيها لا اسم لا لقب ما نعرفوها لا ورقه تاع تلميذ ولا تلميذه مم. لا تاع مترشح حر لا تمر تر... مترشح نظامي مم. هنا م... نهضروا على كلهم مع بعض <تصفيق> <الأحرار> <تصفيق> نبه عليها آه، المترشحين الاحرار وهذه رساله رساله لكم لي... آه، بزاف يخاف يقول لك المترشحين الاحرار يظلموهم في عمليه التصحيح وهذا مكش منها هذه مكش منها علاش يقولوها لك علاش آه لانه حنايا انا كمصحح هاي يحطوا لي 200 ورقه امامي ما نعرفها لا مترشح حر لا نظامي لا طفل لا طفله لا حتى حاجه ما كان حتى معلومه الوحيد اللي يعرف الاوراق هذيك تاع من منين جات والله تعمل هل هي تاع هو رئيس المركز ورئيس المركز ممنوع عليه الديكلاري هذيك الاوراق منين جات واش من ولايه جات نعم حنا انا كمصاحن نبدا نصحح وقت نعرف بلي هي اوراق تاع مترشحين احرار لي كونديدالي نهار نسيبو كان بزاف غيابات هذه الحاله نعرف الاوراق هذا الباكي تاع مترشحين احرار عمليه التصحيح ما فرق ما بين نظامي حر يتصحوا كاع كيف كيف نفس البارام ما من هذه تاع اساتذه يحقروا المترشحين الاحرار آه هنا دائما نقولها للتلاميذ تاعي نقول لهم انه المترشحين الاحرار غالبا غالبا ما يعرفوش المنهجيه نعم تيب واحد مثلا عنده سنوات ما تجوزش الباك مم. يروح يجوز حيث خدم المعلومات تاعو بالك راهي معلومات صحيحه بصح ما تبعش منهجية هنا تخرج تخرج على تاع الباك كيسيب روحو 8 ولا 7 مثلا في ماده تاريخ الجغرافيا نعم يروح يكتب في الفيسبوك ويقول لك انا حقرونا وحنا لي دي لي بروكدا وهذا الكلام ما كاش منه كما قلت الاستاذ ما يعرفش كامل الورقه اسكو تاع مترشح نظامي ولا حر يصحح وفق البرامج اللي جا من عند الوزاره وفق واش هضر لهم المفتش في اليوم الاول تاع التصحيح يسمى نطمئنوا التلاميذ الاوراق تاعكم في ايدي امينه وان شاء الله فيها خير إن, ان شاء الله ان شاء الله يا رب, يا رب. نعم اذا زميلتي اسمحنا وصلنا الختام فقط وصلنا الختام لكن عندي اضافه قبلها اكيد تفضلي دائما كنت اسالها انا ثاني كنت طالبه مجتازه لشهاده البكالوريا اذا هل ربما انت استاذ بكاء مصحح هل م. الكتابه تلعب دور؟ صحيح سؤال, سؤال مهم, مهم. سؤال دي طريقه دي. الخط الخط, الخط. شوف الاخت هي الخط اذا كان رديء راح يتعب المصحح ودير في بالك المصحح راه له 200 ورقه آه، تلاميذ حنا قبل الباكرون دائما ننصحوهم نص... نقول لهم مش لازم يكون عندك خط خط كوفي خط مبدع مم. لا لا حاول تكون الخط تاعك مفهوم مم. انا كمصحح كي نقرا مثلا مصطلح الحرب البارده نقراها الحرب هاي باينه البارده واحد مش دخلها في بعضها يعني كان بعض التلاميذ عندهم خط راضي قبل البك نبهوهم على حاجه انه اكتب بطريقه انه المصحح يقدر يفهم الاجابه تاعك وتقريبا يعني اغلب الاساتذه ده... على بالهم بالحاله تاع التلاميذ على بالهم بالمستويات تاع التلاميذ اغلب الاساتذه يعني على حسب شفنا في السنوات الماضيه يحاولوا دائما يكسر راسهم على الورقه تاع التلميذ ويسي يفهموا واش راح التلميذ يقول كما انا جازوا علينا اوراق جازوا علينا خطوط يعني بصح دائما نسي كيفاش نفهم الاجابات تاع التلميذ يعني كاين يرسبوا على جال الكتابه كاين كان بعض الاوراق الاخت كيما ديري ما تفهميها يعني انا دوكا باش نمدلو هو ممكن الاجابه تاعو صحيحه, صحيحة. <applause> الاجابه تاعو صحيحه ولكن كيما ندير ما نقدرش انا دوك الريسك ينمد مثلا علامه كامله على المصطلح هذاك لان اصلا ما فهمت منه والو راني <applause> نفترض مثلا ما له علامه كامله على المصطلح هذاك المصطلح الثاني مش راح يمد كيما انا اكيد <applause> يسمى الورقه وش جزء لها الى المصطلح الثالث واذا جلس المصطلح الثالث كاينه لجنه داخل المركز يتصلوا بالاساتذه علاش مديت الاستاذ هذ... علاش مديت انت استاذ يتحاسب يتحاسب فوالا علاش مديت لهذا ت... التلميذ هذه العلامه مم. العلامه راك كونفليت العلامه راك نقصت العلامه يسم العمليه راح تكون دقيقه نعم. جدا. وفي رايكم هل هناك حل للخط؟ الخط يعني خلاص الخط خلاص سي بون مشيت بهذيك ما نقدرش نبدل لافاسو تاع ليكريتور تاعي هي... انت في رايك أستاذ وراك في المجال هل عندك زعما هكا حل ولا؟ هنا احنا, احنا دائما باش نحلوا مشكل نحلوه من الجذور. <applause> ####نعم... هنا نصيحة للأولية مدام عندك وليدك نكره يقرا في البريمير ولا في شد الكاي وشوف أسكو الخط تاعه ملائم ولا لا لا... اسكو لا. اذا كمل بهذه الطريقه وصل الى امتحان رئيسي كيما شهاده الباكالوريا، الخط تاعو راه يخدم ولا ما يخدموش؟ انت كولي امرك مسؤول على وليدك السما لازم عليك تصحح له توري كيفاش كيفيه الخط كيفاش يكتب بطريقه مليحه. اذا ما اذا حبيت مثلا تديه الى دورات تسمى دورات تحسين الخط راهي متواجده سواء عن طريق الانترنت مم. ولا حتى مم. في الدورات الحضوريه مم. في مختلف المراكز. آه هنا هذه في البدايه يعني المشكل من الجذور. اما اذا التلميذ وصل الى سنه البكالوريا كما قلت الحل هنا ايسي كيفاش تكتب مقالات ايسي كيفاش تدرب آه <applause> على مدار السنة من سبتمبر حتى لجوان كيما انا نشوف قرا عندي تلميذ في باك 2018 في بداية السنة جاب لي الكاي تاعه وشفته قلت له إذا كملت هو كشغل كان حاب يقرا حاب يجي <applause> معدل مليح قال لي أنا يعني حاب ندير مدرسة عليا <applause> آه نعم كي شفت الخط تاعه قلت له إذا كملت بهذا الخط مش راح توصل لهدف تاعك نصحته وقلت له لازم دير دورات تحسين الخط لازم تجيب كاش مكتب خارجي وحاول تكتب اكتب غير بشويه بشويه السرعه <applause> ما مع الوقت تجيك السرعه تاع الخط. في اخر السنه نهار اللي شفت الكاي تاعو يعني الخط تاعو تغير 180 درجه. سبحان الله. الصح هنا في التمرين كثره الكتابه كثره الممارسه باش التلميذ هنا ينحي هذيك بعد الخط الرادي ويحصل الخط تاعو. ربما تشطب العلم ما ما يفهمش الخط ربما تشطب لا يعني الاجابه. يعني مستحيل الاستاذ يمد له علامه وما يفهمهاش هذيك الاجابه. اكيد. يعني انا فوت على جمل والله فوت على مثلا تسيب الجمله كتبها تحتها مدخله في بعضها ما نقدرش نمدلو على ما اكيد ليس يعني ماهيش زعما نحقر في التلميذ والله يعني هذا هو الباك على بيه يسموه بكالوريا امتحان رسمي ربما انت ما عندكش نعم. ورقه ولا اثنين عندك شحال شحال ربما الاستاذ شحال يصحح من ورقه فوالا كيما احنا التصحيح الاول 200 ورقه التصحيح الثاني 200 ورقه تسمى المجموعه راه 100 ورقه اكيد ما ماشي في حق... ورقه ولا... في مده زمنيه قصيره يعني اكيد ما لازم لك تكملهم وعندك مسؤوليه راهي عليك فوالا كي نقولوا لازم نكملوا مش معناها انه الاستاذ اللي كيدي لا لا حاشا الاساتذه تقريبا اغلبهم يخدموا بالضمير <applause> ولكن تكون العمليه متعبه هي الاحسن من الاحسن دائما التلميذ لازم يحس الخطا تاعه باش يسهل على نفسه وعلى الاستاذ فوالا <applause> جوز يعني جوزوا علينا اوراق الله يبارك يعني قمه التنظيم وقمه ويتحصلوا على ما 18 19 حتى حتى <applause> 20 <بيبتلك تصفيق> نعم الله نعم الله يبارك ان شاء الله ربي ينجح كاع ان شاء الله ان شاء الله ويوفق اساتذتنا اساتذتنا اللي راهم هما اللي قايمين علينا <applause> ان شاء الله واحترموهم اكثر لانه كاين يستهزاوا بال <applause> حتى يقول لك او كاين كلش في ريزو سوسيو كل راكم غالطين والله هي راكم غالطين انا نعرف من يقول لك كاد المعلم ان يكون رسول نعم. الله احنا كمسلمين لازم من الاخلاق انه المتعلم يحترم المعلم تاعو والكبير الصغير يحترم الكبير هذه مش من باب انه في الباك في اي مجال في اي مجال لازم يكون هناك احترام متبادل. لا لا لكن المستوى تاع الاساتذه اكيد طلع باغابور باسكو كانوا الاساتذه ما كانوش باينين كما نشوفوك انت استاذ كما استاذ ناصري استاذ اللي معروفين مجموعه من الاساتذه مجموعه من الاساتذه شغل لافاسون تاعهم زادوا في المستوى مم. خلينا من الكوتي الترويجي والتسويقي نهضروا على الكوتي تاع التعليم. المستوى مم. التعليمي زادوا في المستوى حتى شرف لينا ربما باسكو علاش كاين غلطه اللي راهم يديروها كذلك الطلبه وانا غلطه هذه انا ودرتها يعني كنت نفرق بين الاستاذ الصغير والاستاذ الكبير لكن هو دائما نقول باللي عنده خبره صح. في المجال اكثر م. من الاستاذ اللي يكون الي اونكور جاي أنا هنا ملاحظه يا يعني اغلب الاساتذه يعني حسب الاستطلاع وحسب الاحتكاك تاعنا مع التلاميذ آه يقول لك التلميذ هذا يميل دائما للاستاذ اللي قريب له في اللاج. <متحدث> معلش لانه الاستاذ اللي قريب ليه في اللاج يفهمه <متحدث> يعني انا كي نكون مثلا التلميذ نشوفه انا كنقري في كلاسه فيها عدد معتبر من التلاميذ نحس بالتلميذ اسكو قادر يزيد يستوعب المعلومه مش قادر يعني كان قرابه ما بين الاستاذ اللي يكون صغير في السن مع حتى مع تفهم طريقه التفكير تكون قريبه طريقة اكيد حتى النصيحه كي من عندي ممكن يتقبلها حتى ووالا. إحنا لو نشوفه مع الاساتذه تاعنا يعني كي ما تفهمش حاجه ولا يقول لك زميلك هو يشرح لك لانه المعلومه كي تديها آه. من عند أكيد. زميلك انسان قريب لك في اللاج خير اكيد يعني. توصل لك اكثر من انسان يكون أنا كبير عليك. لا حبيت ولا... تقولي أنه السر في طريقه ايصال المعلومه. اكيد م -م. اكيد. ممكن يكون واحد يعني دكتور قاري كتبه تاع الدنيا كامل ما يعرفش يوصل المعلومه صح صحيح صحيح. يجي زميله فقط يوري له طريق. صحيح. صحيح. صح. صح. صح صح ان شاء الله ربي ان شاء الله ان شاء الله يا رب. اذا احنا ربما لحقنا ختام هذه الفقره نشكرك على كل معلوماتك وعلى كل المعلومات اللي ديتهم اكيد اللي مديتهم للمشاهدين خاصه اللي طلبت البكالوريا اللي راهم يشوفوا فيك باسم. ربما كنحيت لهم ضغط كبير وكنحيت لهم خاصه التفكير اللي راه يدور التفكير السلبي يعني. بزاف اللي يكون عندهم صحيح يكون عندهم هذا التفكير السلبي انا مم. وحده كان عندي تفكير سلبي مم. انا جوزت نظامي وجوزت يعني مم. حره وجبتهم في زوج الحمد لله لكن كي كنت حره صح كان عندي هذا التفكير انه احرار ما حش يمد لهم كما النظاميين. لهم بلي ما كانش فرق ما بين النظاميين والاحرار. ان شاء الله. لازم هذه يحطوها في رسالة في الطلبة يعني. اللي راكم اجتزتوا على شهادة البكالوريا لسنة 2024 حيبداوا التصحيحات يوم السبت يوم السبت إن, إن شاء الله, الله. إذا ادعوا وادعوا الأساتذة تاعكم إن شاء الله ربي وفقه. وهنا معلش إذا ممكن نقدم ملاحظة للأساتذة المصححين نعم نقول لهم الأوراق تاع التلاميذ راهي أمانة في أعناقكم على... يعني أكيد. أنت قبل ما تكون مصحح قبل ما تكون مصحح أستاذ مصحح يكون كأخ ولا نعم. لهذا إنسانية وإنسانية وإنسانية. تكون هذي. <متحدث> هذه ها. صحيح. هذه لنا مفتشين يعني ماشي فالاستاذ لازم هنا ياخذ الورقه هذه بعين الاعتبار يحبس معها مليح يشوف الاجابه واذا قدر اذا قدر يتغاضى على مجموعه من الامور حكي. البسيطه هذيك اللي مش هتاثر يعني ان شاء الله ان شاء الله يا رب صحيح كاين بعض التلاميذ ربما اللي يكون هو يعني مجتهد وكامل لكن في هذيك الفتره بالك ترى له حاجه ولا وين ما <متحدث> يقدرش يعني بالك يمرض بالك مشدة شده يسمى هذه الامور كاع لازم الاستاذ المنصح يعرفها ربما اي ورقه اي ورقه دير في بالك الورقه اللي يعطوها لك باش تصححها ممكن تكون ورقه تاع تلميذ ممكن يتيم كاش ما تلميذ حابب حاب يحسن لاسيتياسيون تاع دارهم يعني مسؤوليه صح مسؤولية صح مليمه كلمه ختاميه نشكر القناه تاعكم بزاف على التطرق لمثل هذه المواضيع يعني التي تخدم قطاع التربيه والتعليم وتخدم م. يعني الشباب الجزائري والتلاميذ وهذه اول مره ندوس في القناه تاعكم آه بارك الله فيكم على الاستضافه وان شاء الله تلاميذ البكالوريا كامل تحصلوا على معدلات مليحه باذن الله والنجاح للتلميذ الذي اجتهد والذي تعب وباقي 2024 ان شاء الله فيها خير وتخرجوا تخرجوا ان شاء الله تعمل الزغاريد في بيوت الجزائري ان شاء الله إن, ان شاء الله, الله. باكي باكي <applause> ان شاء هذه الجمله الشهيره تاعك كامل ان شاء الله ربي شكرا جزيلا على حضورك وعلى تلبيتك لدعوتنا اذا كما راكم تشوفوا فينا راكم شفتوا نصائح وراكم ان شاء الله تكونوا طمئنتوا قلبكم اذا مشاهدينا الكرام احنا نروح على فاصل قصير ونعود نور لكم بقاو معنا عودنا ولينا لكم مشاهدينا الافاضل دائما من بلاطو صباح الجمعة مع زميلتي هاجر ومع الضيوف اللي شرفونا في هذا البرنامج البرنامج اللي يعم كل الفئات العمرية صباحية جميلة ان شاء الله وجمعة مباركة اكيد ونعود ونرحب ونجد ترحيبنا بكل ما نزحوا بنا الان ولهذا وين نعضو ما قلنا تورو معليش نسمح لكم هذه الخطرة صباح <applause> انوار عليكم <وكذا. تصفيق> انا اسمح لهم <حلو. تصفيق> صباح <applause> الانوار ليكم انتم اللي راكم تتابعوا فينا اوفيائنا واحبابنا ومتابعينا، اذا راهي حاضره معنا الان ممثله تلفزيونيه وممثله مسرحيه السيده كهينة قرومي، صباح النور ومرحبا بك. صباح النور اختي اسماء وهاجر. ربي يحفظك. ربي يحفظكم وصباح النور كامل الاحباب. ان شاء الله كامل يعني اللي يحبوني. <applause> مليحة كامل كامل. لا عندك وجه ربي يحفظك. حفظك بالاحمر والاحمر يليق بي <applause> <applause> ما شاء <مش> الله <عارفة> على عليك انتي عاش <applause> <applause> ما شاء الله <applause> ما شاء الله عليك اهلا وسهلا يعيشك يعيشك ربي يعفو عليك اكثر راح الجنة الله ينورك راح نتعرفوا مع بعض شكون هي السيدة قرومي وكيفاش بدات في مجال التمثيل يعيشك انا كهينة عندي اربعة اولادي ما شاء, ما شاء الله بارك فيك أه، نحب هذا في التمثيل هذا من بكري ما شاء الله كنت كشغل مبهورة وكشغل بزاف بزاف متبعة آه، سورتو سورتو عز الدين جوبي الله يرحمه الله يرحمه بزاف نتبعو نحب المسرح الدومان هذا حب الدومان سورتو المسرح كي نوقف فوق الخشبة كان حلمي نوقف فوق الخشبة وحد الوقت كنت صغيرة وما كانش عندي كشغل لوكازيو باش ن... ندخل مم. هذا الدومان هذا <applause> ومن بعد كشغل تزوجت جبت الدراري صراو لي ظروف هكذايا وليت وليت في الحقة وليت انا الاب وانا الام تاعهم <applause> كي راح باباهم راح وليت انا الاب وانا الام قلت الوقت هذا تاعي كشغل ولات عندي شويه حريه شويه الوقت قلت لازم نستغل لو. الوقت هذايا يعني. ونحقق نعم. احلامي فيه نعم أي دخلت في هذا المجال هذا دخلت في احدى الجمعيات تاع نعم. مسرح ومن بعد بشوي بشوي شغل وتبعت تبعت مع المخرجين المسرحيين تبعت سيد احمد الدراوي تبعت دخلت اولادي معايا نعم. كانت بنتي تقرا في لاكورا تاع موسيقى زد دخلت معها خاوتها دخلتهم المسرح. نعم. حاجه اللي ما حققتهاش انا. حبيتي حبيتي اي حققها فيهم هما ثان مام هما او جاب الاحسن عندكم مره. نعم. صانع محتوى نعم. وممثل مسرحي. نعم. دخلتهم عند السيد احمد الدراوي مخرج سيدي احمد الدراوي استاذ داو خبره مام انا ديت معاهم خبره. نعم. ومع وثاني مخرج ثاني تاع مسرح تاع عبد الغني شنتوف الله <applause> يبارك برج مناي منهم ديت منهم ما <applause> <خير فراحة. تصفيق> <applause> الحمد لله يا ربي وبعد بنتي كي تزوجت كانت دايره شغل دايره فرقه بهم درت بهم فرقه جروب صغير هكذا بديت وراك كنت تمشى ايه, ايه درنا خدمنا, اه خدمنا خدمنا لا خدمنا مرض السرطان مره خدمنا شحال من خطا خدمنا خدمنا الشراقه خدمنا, خدمنا بزاف اه كنت بزاف اه كاين مسرحيه بزاف عجبت الجمهور تاعي اه مسرحيه وطنيه جزاء الانتصار كانت بنتي هي تغ... تمثل الدور نعم. هذاك الدور تاع الجزائر نعم. هي الجزائر وكان كشغل هذه هذه المسرحيه كشغل الجزائر تنادي شعبها الجزائر والمجاهد واحد وليدي الكبير يلعب مجاهد وليدي الوسطاني بالأحسن يلعب الجيل ال... الجيل طاعت. الحاضر طاعت. حاضر ووليدي الصغير كامل رضوان يلعب الراوي نعم ما شاء الله تزوجت بنتي تزوجت بنتي وكما ما ولفت ولادي شغل ولفت ولادي نخدم غير مع ولادي هيا كيفاش ندير عيطوا لي عيطوا لي في باب الواد كيفاش ندير من بعد قلت والله غير ندخل انا مارغري راني شويه كبيره في السن بصح هذا الدومان هذا ما, يح... ما عندوش بالعكس كيما يقولوا الهدف نا. والحلم ايه ما, ما عندوش سنة. اكبر وتمثي من كل واحد والدور تاعو ايه. يعني الطموح تاعي راه اكبر من مهم. من سني على هذا الدور هذا الاخر هذا ودرت وده الدور هذا والحمد لله يا ربي خرجت بزاف نجحت فيها بزاف الحمد لله وعجبت بزاف الغاش احنا شفناها في كاميرا كاشي وهذيك تاع تاع التلفزيون جوست مع سالم حليموش كاميرا كاشي <تصفيق> 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 <تص في احدى القنوات <applause> 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 بصح الحمد لله يا ربي نجحت واسم الكاميرا كاشي باش يدك دولي راجلي <applause> دولي راجلي خطفت كيفاش <applause> كيفاش كان <فتصفيق> الجال. الدور تاعك الدور تاعي خطفت الرجال مثال يجي يكون ريستورو هكذا <applause> ومن بعد يجي انفيتي شغل يقعد ما جايب هكذا تتعشى مع على بالهاش هي <applause> بالسوجي كامل بعد يجي ماجيسيا يبدا يلعب بالهم يلعب لهم وهو راه معنا الماجيسيا ومام راجلها معانا بصح هي ماهيش ما هيش, مي... هيش. <applause> مفاجاه أي... انا نكون قاعده تيجي هذاك الماجيسيا يرقدوك شو غدير مغناطيس يرقدو بعد يقولو بلي هذي هذه المدام تولي تشوفيها كي تفطن تشوفيها هي المدام تاعك نعم عليا وهذيك نحيها لك من مخك المدام الحقيقيه <applause> انا زعما يعجبني الحال <applause> يعجبني الحال ست راجل كذا آه. وبعد بعد فطنو يسيبو يسيبو لي غير انايا يعني. انا هي المدام تاعو ها يجي مور ريستورو اللي هو سليم حليموش يجي هو يحاوز ماجيسيا ها آه راح انت وحلي. مشكل كبير آه راح انت ربما ربما الدور تاعك كيفاش كنت تكون عندك يعني التسيير بين بين الزوجة وبين الزوج الحقيقي آه. كي رجلها نورمال نوبة. انا ايماجيني كش ما يصرى لها هذيك العروسة ايه ما لا 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 لا, لا ما يصرى لها والو هو راجلها نورمال في الوضع حالتها يعرف حالتها الصحيه راجلها وما هما يسقسوا نورمالمون إيه. كما سليم وجماعه اللي يخدموا معنا يسقسوا يسقسوا اسكو هذيك المدام اسكو تجيها هلو... طلع لها لوطوس اسكو عندها قلبها اسكو عندها حاجه اسكو كي يعرف يجيب لهم المعلومات راجلها وكلش اللي لاباس عليها حسيتي الدور هذاك كيف كنتي تمثلي فيه حسيتي في الاول ولا خاف الاول خاف خاف المعظم هذه كون بعد كاين انت اللي تهجموا كي تولي في جدال معايا انا نصدق <تضيف> قصه لا لا بالعكس خافي لا تضربني صح, صح نصدق القصه بصح انا يرج... آه الحاجه اللي توسيني لازم نوصل للنجاح تاعي لازم نبكيها ولازم نوصل للنجاح تاعي وحسيتي كي تبكي اه كي تبكي من جهه غير انا كلاش عليك بصح وجدت فيها بلي الدور. تاعي هذاك هو انا شوفي والله ما تغيضني المره بزاف باسكو راجلها وقاعدين نتبغي بني درنا ربع حلقات تاع الام تدي لها وليدها يولي يشوف فيك صح الى شتوها ام رامي الاولى

برا الغاشي يقولوا لي ما تبانيش شريره كنا نشوفوا فيك شريره بزاف هذه <applause> 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 مميزات الممثل انه يتقن جميع الادوار وجميع الشخصيات لازم. حتى انه يبعد على شخصيته تماما وتشوفي حتى بشخصيه اخرى تعيشي هذيك الممثل. اللحظه تعيشيها صح تعيشيها تحسي روحك صحة سلتو في المسرح إيه؟ سلتو في المسرح إن ربما أنا نعود نرجع بيك للمسرح شحال عندك ملي دخلتي للمسرح قولي عندي واحد العشر سنين هكذا ما شاء الله ما شاء الله يبارك ملي ملي شغل واش راكي ناوية ديري في المستقبل؟ وكاني حابة أمنية تاعي نخدم مع مخرجين كبار مع مخرجين <applause> كبار حبيت مثلي <applause> انا اللي حسب ان شاء الله يا ربي بصح الخشبه ايه هذيك آه هي الاساس ما ننساهاش الجمهور كي نقابل الجمهور هذاك هو النجاح أه تاعي واش كنتي تحبي بوكو بليس في الاخراج التلفزيوني ولا الاخراج المسرحي كامل كامل المسرح ما نقدرش نستغنى عليه لانه يعني هو بدايتي هو البدايه هو 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 القدوه تاعك في الممثلين كذا القدوه تاعك في الممثلين انا في الحقيقه نحب نحب هي راشدي وإحترامتي احتراماتي كامل الممثلين ونحب الممثلات الاخرين مارك اه مام بيونا اه <applause> عتيقه ما نقدرش <applause> <مجورة> <applause> ما نقدرش لهم تحيه ما نقدرش نميز بيناتهم ما نقدرش عتيقه ثاني هايله نوجه لهم تحيه كامل من هذا الموضوع عتيقه هايله كامل كامل كامل, كامل ما, ما نقدرش نميز بيناتهم احنا صح زميلتي أسمع احنا عندنا قامات في الفن نعم يعني نعم. خاصة ان الجيل ماشي الجيل تاع دوكا كاين اللي ما شاء الله مواهب يعني احنا الجيل اللي كبرنا عليه واللي شفينا عليه ما شاء الله كيما صالح وجرود كيما هي راجل دي كيما ان شاء الله ان شاء الله, الله ربي يشافيهم هو اكيد نوجدوا تحيه كبيره من من نعم. من هذا المنبر ومن هذا ان شاء الله نعاودوا نقولوا لك سيده قلومي سيده قلومي عندك ابناء عم. ودخلتي في مجال التمثيل يعني راكي تشوفي ربما فئات مختلفة في المجال إذا ربما وش رأيك في الشباب الحالي؟ أه الشباب الحالي المجتمعي ربي والأم تربي نعم أم تربي زي يخرج المجتمع برا يربي زي صح وثان كاين والدين كشغل ربي يهديهم كشغل دوك ولا ما يقبلوش نصيحة لأولادهم من من طرف مثل جار وحب ينصحوا هذي درت عليها صانع محتوى ده خدمت زوج لي فيديو خدمتهم تاع صانع محتوى على هذا السوجي هذا خدمتهم <تصفيق> <تصفيق> دا مع اسلام سافر آه مثل امك كي زقا معاه وليدها وليد سلفها زقا مع وليدها <applause> وليدها كشغل خرج كلام ماشي مليح من فمو وبعد هذاك زقا مع وليد عمو راحت لي قالت له ما تزيش تزقي مع وليدي <applause> ما تهدر مع وليدي اي هذي دلنا عليها بس هذي هذه نورمالمو الام ثانت ام تربي والاب يربي والعم يربي وثان <applause> بك واش نقول لك المجتمع ثاني راه يربي مجتمع ثاني. راه ما تنصحي كل الشباب دوك اللي عنده امنيه يحققها بصح في الخير صافي حاجه مليحه نعم. وما, وما هيش ما هيش بعيده ما هيش كيما يقول لك انا كنت كنت عايشه في الدوار عايشة بلاصه شغل مستحيل مستحيل نوصل اني نطلع للخشبه الحمد لله يا ربي صدت فرصه وكازو صغيره آه حققت حلمي صحيح. الحمد لله انا قبال بناتك ان شاء الله يا رب إن ربما انا يعني نبقاو في موضوع بما انه اليوم موضوعنا عن الشباب نروحوا ايضا نتكلموا مع الشباب اللي راهم يروحوا آه للبلدان اخرى بطريقه غير شرعيه يعني يخلي الام تاعو حتى كاين بالك اللي ساكن الام تاعو ما تعرفش من وين راهو رايح حتى يجيبوا لها خ... يجيبوا لها خبر باللي راهو راح وليدها راهو حرق وش رايك في هذا مانيش معاهم مانيش معاهم انا واحد منهم وليدي وليدي كبير على بلحس. ما وليدي حاب يروح وشغل تبع شباب وكاين شباب راحوا وصلوا فما وبعد حصلوا معاه, معاه 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 حتى نحيت له الفكره هذيك من راسه قلت له اخدم مم. اتعب صح وجدك شغل وجد روحك وكي تروح روح بك وقتك بدراهمك وب أ... قانونك ماشي تروح بالفيزا تاعك مم. تروح وجي ماشي تروح حراك اصلا مانيش مع هذا نقول كي خليها هكذا على بالك الام انا وحده من الناس انا نحكي على انا يك انا يك الام وحده اخرى نعم نيابه عن هاد كامل يقعد 12 تاع الليل على بالك ما نرقدش انا وما يدخلش ما نرقدش صح نقول صح نعيط له ارواح على بالك تعرفني بلي ما نرقدش انا ما ادراك يروح حرك. صحيح ما حتى اذا وصل ولا ما وصلش ايه ما تعرفش مين على بالك كل دقيقه عندها راه يقتل يقتل فيها بشويه صح صح, إيه. صح صح ربي, يهديهم ان شاء الله, إن شاء الله, الله وبلادنا راهي زينه الحمد لله يا ربي واحد يعرف فيها يمشي فيها صح صح إيه. صح, صح, صح صح اذا ربما ككلمه ختاميه لنهار اليوم كلمه ختاميه اهداءات يعطيكم الصحه على استضافه شكرا و... ونتمنى نتمنى لكم حياه سعيده لكم ان شاء الله <applause> كما <يا ربي> <applause> 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 كما التقنيين تقنيين اهداءات نتمنى سلامي الوالديه في عين دفله نعم وأهلي كامل في عين دفلا نعم. والزملاء في العمل نعم والناس كامل اللي يحبوني نعم. و... وبالأخص وبالاخص لاستاذنا بالقاسم شيحاوة اعلامي نعم. في احدى القنوات هو نعم. هو رئيسي وهو كما يقول لك هو وقف نعم. اللي وقف معايا صحيتي وهو اللي ما ولداتوش يما وصديقنا وصديق العائله وخويا ثاني رابح جورج وكامل كامل اللي يحبوا هذا شاء الله ربي يوفقك الله يرضى اكيد هو الصح في فرقتي الخاصه اكيد ربي يحفظهم ان شاء الله يا رب ربي يحفظهم ان شاء الله ويفرحك بهم ان شاء الله ان شاء الله يا رب اكيد ان شاء الله اذا زميلتي اسماء احنا نروحوا اكيد اكيد نروحوا مشاهدينا الكرام على فاصل ونعاودوا نقولوا لكم بقاو معنا عودنا ولينا لكم مشاهدينا الافاضل اينما كنتم وحيثما وجدتم دائما من بلاط صباح الجمعه دائما مع زميلتي المتالقه هاجر زمور ولضيوفنا اللي دائما حاضرين معنا في هذا الصباحيه أكيد وإحنا كل يوم ككل عادة وككل أسبوع نجيب ضيوف جدد وأكيد نتناولوا مواضيع مختلفة وضيوف مختلفين أكيد يلا زميلتي أسمح لنا نروح ونرحب مع بعض بالضيف اللي راهو مشرفنا اليوم ما شاء الله كفاءة عالية في الثقافة والمعلومات نروح نرحبوا مع بعض صباح الخير سيد محمد صوالحية شكرا على هذه الاستضافه وشكرا الطاقم الاعلامي المميز على كل هذا الترحيب وعلى ايضا الاهتمام بهذا البرنامج الرائع ليهتم بالكفاءات الشبابيه شكراً العاليه والطاقات دائما تتم لهم تتيح لهم الفرصه للتعريف عن نفسهم عبر هذا البلاطو. نعم. وشكرا مجددا. نعم شكرا استاذ اذا بك مره اخرى استاذنا ربما بما انه كنت قلت انه هذا البرنامج يهتم بالشباب يهتم بتعريف الكفاءه أه الشبابيه ربما حدثنا قليلا على السيره الذاتيه للاستاذ صوالحيه. اولا معكم محمد صالحيه من بلديه الونزا ولايه بسا عضو اولا في اتحاد الشباب العربي مستشار مكلف بشؤون الصحه لدى سي ان اي سي ا بالاضافه الى عضو في المجلس العربي الافريقي للتكامل والتنميه بصفته المستشار الخاص لدى الامم المتحده باعتباره كشريك اقتصادي اضافه الى ذلك عضو في اتحاد الدول للدفاع عن حقوق الانسان آه كما اتيحت ايضا لنا الفرصه آه كذلك في على مستوى الدولي وعلى مستوى الوطني ما شاء الله. في آه ابراز هذه الامكانيات والكفاءات دائما نجدها على مختلف الشباب الجزائر ما شاء, ما شاء الله ما شاء الله الله, يبارك يعني كيفاش جاتك هذه الفكره انه تدخل في هذا المجال ربما نروح نعاود نقول لك آه ربما كشهاده الجامعيه آه ربما ما هي شهادتكم شوف اولا انا اضافه الى ذلك انا اولا ت تقني كيمياء بالاضافه الى الى ذلك الانسان إنسان الانسان الانسان دائما يتغذى على حاجه اسمها الكفاءه نعم. الكفاءه اللي راح يكتسبها من المحيط الخارجي نعم. قبل كل شيء نعم. آه المحيط الخارجي هذا انه الانسان دائما نحن اصرينا نشوفه في الشباب الجزائري مشرف على مستوى الوطني او على المستوى الدولي مستوى نعم. محلي بارز على الساحه المحليه البلديه او للولايه او نعم. ايضا على مستوى الساحه الوطنيه آه نجد في آه في هذه الامور الا وشيء إن, ان دائما الشباب الجزائري يبرز روحه في الحوايج هذه اكثر واكثر <applause> نعم <نحن> صحيح <applause> ربما ايضا استاذه حبيت لو تحدثنا اكثر عن اهم العضويات الدوليه اهم العضويات الدوليه هي اولا اتيحت لنا الفرصه من 2021 <applause> <applause> فرصة هذه كانت عباره عن طريق مليء بالنجاحات يعني سمينا طريق مليء بالنجاحات لان كانت لنا عن جد تزكيه من طرف اتحاد الشباب العربي نعم. الذي يهتم ويضم اكثر من 48 الف شاب على المستوى العربي اضافه مكون من طرف لجان مكون من طرف ايضا نخب وكفاءات مكون ايضا من طرف ادباء نعم. اولا انا كنت لست كعضو يعني فقط كنت كعضو مؤسس لاتحاد الشباب العربي باعتبار هذه الوثيقه يشهد اتحاد شباب العربي بان السيد محمد صالحيه الجنسيه الجزائريه عضو مؤسس الاتحاد شباب العربي ويتمتع بجميع الحقوق والصلاحيات كجزء لا من الملكيه بموجب قانون حقوق الملكيه الفكريه ما شاء الله. لسنه 1965 كانت هذه وثيقه رسميه من الامانه العامه لاتحاد الشباب العربي اللي اعطتنا فرصه كأولا اولا باهتمامها الخاص بتفعيل المبادرات اللي تتمنى الشاب اولا الشاب بصفه الشاب العربي بصفه عامه نعم وبصفه خاصه نعم. شاب الجزائري نعم. كذلك يعني انا نشوف انه ربما المنظمات هي عندها دور كبير في تنوير الشباب ما رايك المنظمات مش من الدور تاعها في تنوير الشباب المنظمات دائما لها دور لانه كاين منظمات كثيره نعم كاين منظمات كثيره في الجزائر منظمات دوليه كثيره جدا لكن دور المنظمة دائما دائما هو في اولا في التنوير في وزياده فازيات فرصه قانونيه للشاب او للكفاءه وذلك من اجل اعطاء نقولوا نحن الفرص على مستوى الساحه ليست الوطنيه فقط بل دوليه بحضور ملتقيات بتنظيم تظاهرات باسم المنظمه التي بموجب الانضمام لها درك كي نقولوا شخص في عضو في اتحاد الشباب العربي راح يمثل اتحاد الشباب العربي على الصعيد الوطني اما على الصعيد المحلي اما على الصعيد الدولي آه الامتيازات الامتيازات تاعها هي راح نطرقوا لها بعد قليل أجل. نرجع أكيد. لاهم الشهادات الدوليه شهاده قلنا اتحاد الشباب العربي اللي هي شهاده آه من الامانه العام اتحاد الشباب العربي واتيحت لنا فرصه آه اكثر اكثر في تعمق يعني آه في في حاجه جدا يعني مشرفة نعتبرها مشرفة هو في المجلس العربي في المجلس العربي الافريقي للتكامل والتنميه باعتبارها المستشار الخاص لدى الامم المتحده هو اولا كيعطى الامم المتحده هذه باستنادا على الصحيه المخوله قانونيا قرر الاتي منح حسين محمد صوالحيه منصب نائب رئيس لجنه العلاقات العامه الجمهورية الجزائريه <applause> يعني هذا قرار يعتبره المتعام القرار هذا <applause> كيف ما انه المجلس العربي الافريقي هو في مجال الاقتصاد يعني يشمل اقتصادي نقطة الاستفهام دائما يتطرق لها يعني حتى الجمهور يتطرق انه نقطة الاستفهام ما ما دور ولا ما أهمية ولا ما أهمية الإنتساب آه هذه كلها راح يشوفها فمعنا نحن في هذا أكيد أستاذ هذه راح نتناولوها أكيد راح حنايا نقطة آه بنقطة, بنقطة نقطة بنقطة آه إضافة إلى إلى شيء يعني حتى هو ضمن الأشياء هذه هو عضوية من الـ الامانه لدى شو اسمه الاتحاد العربي اللي يشمل بالاردن هو اتحاد العربي الاتحاد العربي اللي يشمل فيه اتحاد عربي في التنميه الحضاريه بالاردن أذية تقريبا عندها ظرف عامين في الانضمام وافقوا في الانضمام ظرف في الاردن ديكتومو لانهم هم يختاروا النخب والكفاءات الشبابيه الرائده ولا عندها نقولوا نحن ال نقولوا نحن نشاطات معينه تخدمهم درك على الصعيد الدولي هو لازم يحتاج كـ كـ كإطار داخل شو اسمه البرامج التقنيه اللي قدمها كتدريبات ولا كملتقيات نعم. ولا ك... استاذ محمد ربما نشوفوا انه ما شاء الله عندك شهادات كثيره راك متحصل عليها وهذا شرف لينا وشرف للجزائر انه شبابنا عندهم شهادات اللي اللي ربما يتميزوا بهم ويقدروا يخدموا بهم ويقدروا يديروا بهم بزاف حاجات انت ربما هذه الشهادات اللي راهي عندك اسكو قدرت تجسدها في حياتك المهنيه نعم شو اولا الشهادات هذه جسدناها اولا في قبل كل شيء في الخدمه الانسانيه نعم. في الخدمه الانسانيه اولا باعتبار شهادات او العضويات يعني تشمل انك تكون كوسيط اجتماعي لدى المسؤولين او لدى الاسلاك نقولوا نحن الولائيه تكون شيء عباره عن شريك اجتماعي النصت على الديمقراطيه التشاركيه في مثال انا في الشهاده هذه نظمت في 2022 مبادرة الرعاية الصحية المنزلية المجانية مبادرة الرعاية الصحية المنزلية المجانية هذه تشمل في رعاية صحية في قياس ضغط الدم وقياس نسبة السكر لنسة مناطق الظل بنسبة ما نقولكش نسبة يعني كبيرة لأن لازم شوية دعم هي نسبة نسبة قليلة أما كانت في نجاح لأنظرك الإنسان لازم تكون عنده مبادره تكون عنده صفه قانونيه باهي ديال المبادره هذيك لذلك دائما المؤسسات والهيئات والمنظمات هذه راح تساعدك تكون شريك فعال اجتماعي اه، وتكون زيد لك نقولوا نحن فرص في التحاور والتشاور مع السلطات اي ما كانت نعم ربما استاذ اكيد على قولك انه هذه المنظمات عندها دور كبير وعندها اهميه كبيره خاصه بالنسبه للشباب ربما أستاذ لو نطرق أكثر من ناحية الديمقراطية التشاركية وما المقصود بالديمقراطية التشاركية المقصود أولا بالديمقراطية التشاركية هي الديمقراطية التشاركية هي أسلوب حواري يكون بهدف يعني مناقشة نقولوا نحن بصلاحية مخولة صلاحية مخولة لمن نقولوا نحن المجتمع المدني يكون كواسيط فعال ما بين المواطن بين المسؤول بين الإدارات لرحلة الديمقراطيه التشاركيه هذه تعطي له موسوعه، الموسوعه هذه الناس اللي ما عرفتش الديمقراطيه التشاركيه، موسوعه في معرفه القوانين، معرفه المستجدات اللي يضطر لها حتى ولو في اسلوب المناقشه واسلوب التحاور اللي راح يعطيك الاقتراحات على مستوى المجالس او على مستوى الاسلاك الولائيه، مثال نقول احنا نقطه اقتراحات كتكون تكون شريك فعال. راح تكون دائما عندك نقول نحن الفرصة انك دائما تتيح لك تكون ما بين المجلس المناقشة ما بين المسؤولين راح دائما تعطي اقتراحك كعنصر فعال <applause> آه هذه الديمقراطية التشاركية نص على رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون وذلك من أجل إبراز وإعطاء أهمية قصوى لدى المجتمع المدني الذي يعتبر كأولا جهة تخضع لقوانين الدولة تحت وزارة الداخلية وتكون معتمدة من طرفها وذلك من أجل أولا بهدف إنساني أو هدف تثقيفي أو هدف رياضي أو هدف ديني لأن الجمعيات والمنظمات يعني لها طوابع تختلف من أخرى إلى أخرى وتكون الهدف تاعها دائما هدف مسطر وفق القانون الاساسي المعطى من طرف اللائحه تاع التنصيب تاعهم هما مي الحاجة الباهية في الديمقراطية التشاركية أنه يعطيك دائما تكون شريك فعال ما بين المواطن مهم. وما بين الإدارات والمؤسسات نعم <applause> نعم اذا ربما احنا ربما حكينا على الديمقراطيه التشاركيه في رايك انه رئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه انه اكد على اهميه الديمقراطيه التشاركيه ما رايكم في هذا النقطه طبعا اكد رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون على على هذا واعطى فرص كبيره كبيره من تاريخ يعني تنصيبه على, على مستوى الرئاسة خرج بخرجات للشباب خرج كما خرجت للشباب اولا تفعيل الشباب في الحياه نقولوا نحن الديمقراطيه نشوفوا فيها عندك اول حاجه وش هو زراع خليتين يعني يعني لهم صدا نشوفوا فيهم نحن على مختلف ان شاء الله زي ما المجلس على الشباب له صدا نشوفوا فيه عندك يخدم في خدمه جباره زي ما نشوف المرصد حتى نخدم في خدمه جباره المرصد الوطني للمجتمع المدني في خدمه جباره دائما حط الشباب ركائز اساسيه باه انهم وشي باه انهم يتزرعوا داخل هذه المؤسسات الاستشاريه التابعه لرئاسه <applause> الجمهوريه باه يكونوا في تمكين سياسي يعرفوا التمكين السياسي وراح يهزوا شيء يهزوا نقولوا نحن لب لب الحاجه السياسيه الحب نقولوا نحن لب الموضوع السياسه هذه بيكونوا في المستقبل جهات يعني في اماكن واطارات على للدوله. ثاني حاجه هي الحاجة الجميله اكدها في في جنفي. 2022 في جانفي 2022 اكد انه قال لك انا رئيس الجمهورية اكدها في خطاب تاعو قال لك دائما انا اني انا اميل للشباب كيف اميل للشباب انه دائما يعطي فرص للشباب باقتراح اول حاجه بالتعديلات النص عليهم هو دوزيام حاجه قال لهم انا ماذا بي الشباب انه لو حبذا انه حتى يترشح للرئاسيه يعني هو في دعم لهذه النخب قال لهم اصلا المشعل هو اللي قاعد ينور فيه مع طرف انه العهده الاولى تاعو هو وبرز فيها ياسر. ربما على في الشباب استاذ كيف تكون او كيف يمكن ان تكون فرصه للشباب في الانتساب؟ شوف فرصه الشباب في الانتساب من طرف المنظمات ومن طرف نقولوا نحن الجمعيات هي هي فرصه متاحه للجميع الشروط تلتحل تكون وشي تكون الشروط انه الشخص هذا يكون عنده كفاءه يكون عنده كفاءه راح تخدم الجهه المنظمه او الجمعيه ويكون عنده وشي عنده حاجه اسمها وشي هو انه طريقه الحوار والمناقشه درك راح يكون ما دام راح يتاثر في تاطير على مستوى انتساب ما بين جمعيه مش كيف منظمه وطنيه منظمه مم وطنيه ذات صدى عالي ذات قرار ومرسوم يعني مؤرخ دولي مش مرسوم تبع وزارة الداخل يعني يكون عنده صدى درك إنسان يبدأ أو الحاجة إحنا دائما نشجع الشباب يبدأ دائما إطار الجمعيات يبدأ في الجمعيات به يدي اكسبيريونس وعاء نقول آه، نقولوا نحن آه، نعتبره وعاء آه، السياسه داخل في السياسي هذا ولا وعاء تثقيفي حسب المنظمه واش اللائحه تاعها تنص على بعد يروح ديكتومون المنظمات المنظمات هذه راح تساعده في ابراز نقولوا نحن على مستوى الدولي ليس على مستوى المحلي فقط في خروج ملتقيات في تنظيم ملتقيات في, آه، في انتساب في انتساب في لجان اللجان هذه راح تكون تحت صداء وعندها صداء وعندها كلمه بارزه على الصعيد الدولي فما بالك على الصعيد الوطني نعم, نعم نعم استاذ احنا ربما نعاودوا دائما للفئه الشبابيه بما انه نحن شباب وإحنا عندنا شباب في كان عندنا مستوى الشباب في في الحاضر وفي المستقبل وربما في الماضي ما رايك في هذه النقطه انت ربما اشكرك تشوف انه الشباب في الوقت الحالي او في المستقبل القريب انه يكون من من الشباب عندهم مستوى وعندهم مستقبل زاهر ان شاء الله شوفوا هو الشباب في اطار هذا الموضوع راح نحكي لكم حاجه هي هي صدفتني اليوم نعم نعم هي صدفتني اليوم هذه صدفتني م. دائما يا اخي كنا في قهوه اللي هنا في الجي ديريكتومون صدفتني مع مع نقولوا احنا الجيل القديم نعم قعدنا نتحاور كيف حول الشباب جا هدرنا مع بعضنا قال لي الشباب مش كيف فضلك كيفا بكري <applause> علاه مش كيف كيفا بكري يعني هذا انسان كبير ولا صغير <applause> ولا مش كيفا كيفا بكري انه <applause> هذا انسان كبير انسان يعني نقول لك نحن انسان مخضرم يعني عاش عصرين نعم. عصر تاعو عاش العصر هذا كي حكيت معاه قال لي الشباب ضركه صح انه مثقف اما وشي اما دائما الشباب هذا قاعد يصارع يصرع في عتبه قبل قال لي كانت كاينه فرص انه الانسان في ميكا بعد اما وشي كان يجاهد كان يجاهد في في اول حاجه انه يدي المعلومه كانت صعيبه باش يجيب المعلومه نعم بك درك المعلومه سهله درك المعلومه سهله درك المعلومه سهله كاينه نقولوا ما نقولوش كاينه تسهيلات كبيره مي كاينه تسهيلات محاطه ارض الواقع درك احنا كي نقولوا الشاب قبل آه ما كانش عن اطلاع معلومه ذكر ويدخل يدخل با با بار ريزو سوسيو آه اجتماعي راه يعرف يحب الانتساب راه دكتور مورا نقولوا احنا مواقع الكترونيه تزيم حاجه كاينه جهات خاضعة زي ما نقولوا نحن تأطر لك النخب ذركا هما يحسوا عن النخب ذركا انا مثل نخبه عندها اكسيتيرا انا ماذا نجيب النخبه هذه تخدمني نعم يعني هما يخدموا شيء هما يقولوا نحن مصالح متبادله مصالح متبادله انت عليك شو اسمه ليكسبيريونس اللي عندك وانا تحت تأطيري <applause> هما وشي تسمى هذه مصالح متبادله بهدف آه نقولوا نحن آه ارتقاء المنظمه تحت آه تأطير جيل شبابي واعد ولا جيل شبابي صاعد <applause> اما الاختلاف اللي نلاحظه ما بين البينين هو في الوقت آه الماضي نقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم الاقتداء هو الرسول صلى الله عليه وسلم مختلف الصحابه سلام. كانوا شباب والرسول مم. كان شاب وبلغ الرساله تاعه في احسن وجه وتكلفت الرساله او الحاجه يعني مع, مع الصحابه بايصالها او الحاجه او حاجه بال بتكثيف نقولوا نحن الجهود هذه كانت عباره عن شيء عباره عن فريق متحد يخضع الى وشي الى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغه الى الامه ####ونجحت الرسالة تاعو يعني أتم وجه... نعم. فما بالك بالشباب شباب ذو طاقة حاوية يعني الشباب لو أتيحت لو له الفرصة في أي نعم. منصب راح يخضع صح لتكوين... تكوين هذا راح يأطروا راح تجيم حاجه راح يساعده انه يدي اكسبيريونس راح يساعده انه يعرف القانون نعم. يعرف صح. القانون ويخذ الحوايج هذه الشاب هذا راح تكون عنده فرصه في الرياضه تجيم حاجه عنده طاقه يقدر انه حتى يخرج في محاوره مع الشعب كي يخرج محاوره مع الشعب هذا هو التراء نسمي التراء هذا التراء اللي راح يخدمه واللي راح يكسب به نقولوا نحن الثقة تاع الشعب دائما دائما نرجع لها ديكتومو المنظمات والجمعيات هدفها هي خدمة اعتراق ماشي خدمة نقولوا نحن مغلقة ليست حولقة مغلقة بل هي خدمة نقول نحن ما بين دائرة مستديرة بين الشعب وبين اي الجهة الخاضعه اما المنظمه الى الجمعيه نعم اكيد صح استاذ ما قلت خاصه انه الشباب في هذا الوقت العصري انه رغم كل التسهيلات ورغم مواقع التواصل الاجتماعي وحتى انه كما قلت المعلومات ولا اي شيء يجي سهل لكنه ما ما يغتنمش الفرصه كما يجب على عكس الشباب في الماضي آه ربما هنا شباب نوعوهم شوية ربما كنصائح ولا تقدمهم للشباب هو أولا النصائح اللي نقدمهم للشباب دائما أول حاجة شوف مهما كانت يعني العقبات ولا مهما كانت الأشياء هذه لازم تفشلش دوزيام حاجه عندك يعني عندك الفركة عندك يعني الامتيازات راح الراحت تراها فيها قلنا نحن عطينا لب الموضوع انه الجمعيه تكون كفاءه عندك مثال مثال انسان ثق... انسان غني ثقافي بصفه عامه في اي ثقافه ما اديب أو ما يختار. كان جمعيه ادبيه تحت طابع ادبي مثل انسان منشط اكسترا او في طابع ديني كان جمعيات الطابع ديني انسان يكون سياسي كان جمعيات ومنظمات ذات طابع سياسي تهتم نحن بتاطير الشباب وتفعيلهم ومن اجل شيء تفعيلهم تفعيلهم في, في, الحركه نقولوا نحن التشاوريه لجعلهم اطارات باذن الله في, في الغد واطارات ساميه للدوله نعم <applause> اذا ربما استاذ انت باش الحق ان تكون عندك هذه الشهادات ما هي العراقيل اللي كانت عندك العراقيل اللي لقيتها في في, في الحوايج هذه ديك توصل لها شوف دائما تبع الناس يعني تفشل نعطيكم ملاحظة تبع الاقوى راك تفشل صحيح الشاب دائما تبع الاقوى تفشل شفت تبع كاين اقوى من اقوال تبع الاقوال أقوال. تبع نعم انا تبع الاقوى لا لا <applause> تبع الاقوال تفشل كما الاقوال انتقادات بصفه عامه مه. الانتقادات هذه راه كاين دائما تلقى فئه انها ما تحبلكش الخير ولا فئه انها اصلا ما عملهاش بشيء اذى واش راح يوصلك لذلك هما وشيه دائما يقول لك الاشياء اللي تعمل فيها هذه فهمتيني راي ما, تفيدش لا بالعكس الاشياء راح تعمل فيها هذه راهي تفيدك وراح تعطيك اسم وراح تعطيك صدى صدى هذا مهما انك توغلتي فيه مهما انك كانت عندك رياده شبانيه ذركا الجزائر الجديده هذه دائما ننتظر منها الافضل ذلك تبون رئيس عبد المجيد تبون كي خرجنا بقرار في تثمين الكفاءات ودعم الشباب من حيث حوصلة النخب الشبابية وزرعهم في على مستوى نقولوا نحن الهيئات الاستشارية بصفة عامة وتجيهم حاجة تقديم لهم الدعم زي ما نقولوا نحن تقديم الدعم نحن توفير اعطى حتى توفير مناصب في المقاولاتية نعم افتح لهم فيه في آه، الف في اسمه الفلاح الذاتي عطى لهم زيد في الرياده شبان يعطيهم زيد اشياء لوردر انهم حتى يديروا شي يديروا نقولوا نحن لي سوسيتي لتكون دائما هادفة في نقولوا نحن في في, في الدبلوماسية نقولوا نحن يكونوا عبارة عن سفراء على الخارج مثل الجزائر يعني نحن دائما واش نقولوا نقولوا دائما الإنسان ولا الشاب بصفة خاصة شاب الجزائري بصفة خاصة أنا شاب جزائري ذو طموح وذو قدرات هائلة دائما عندك حاجة حاب توصل لها ديما تبع وش يقول لك يعني عقلك انت مي حاجه وش هي دائما في النصح لدى الناس لي اللي كانت فاقت الحاجه ل... يعني ل... 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 نقولوا نحن اللي مشت على المعيقات هذيك وكيف عالجتها <applause> نحن دائما نمشوا على المعيق وراح توصل العبد هذيك ديك وما تفشلش هذا واش نقولوا لهم ان شاء الله ان شاء الله يا شكرا جزيلا استاذ لي حضورك ولمعلوماتك القيمه صراحه انا انا وحده استفدت منك كثير وخاصه اكيد انه الشباب اللي راهم يشوفوا فين اكيد راح يستفادوا وراح يعتبروك قدوه لهم ان شاء الله ربما ككلمه ختاميه او حتى كنصائح ولا حتى حبيت توجهها تفضل هو الكلمة الختامية أو الحاجة نقوله دائما الشباب لا يؤطره إلى الشباب نحن ضرك شباب دائما أو شي شباب نحن ضرك رانا شباب شكون اللي الأولوية هي الشباب ضرك نحن كشخص ضرك شكون أنه لعطان نقوله نحن نقوله نحن جانب المناقشة هذه شاب شابة فهمتيني؟ زي ما زي, زي ما الصحافه اطرتها شباب. <applause> انا دائما يعني نحكو لافيريتي حاجه قد قد وتبعت وشفت لي بلاطو شفت تومون شفت زاير انوان انها إنه خبلي فيها شباب. صحيح هذيك تفرحك تلقى الشباب نقولوا احنا نفهموا بعضانا. نعم <applause> فهمتيني؟ ودائما نشكر يعني القناه نقولوا احنا زيروان وان وفي هذه اللحظه ان اطرات لنا الفرصه من طرف الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الانسان آآ آآ بالاضافه الى بالتعاون مع الاكاديميه السوريه نعم يعني يعني شافت وثمنت القدره تاعكم انتوما بالاضافه انها وصلت لي واحد الشهاده في الرياده الاعلاميه لا. على مستوى الساحه العربيه بصفه عامه الدوليه والعربيه لكم انتم وراح نقدمها لكم ان شاء الله بعد ربي يحفظكم ربي اذا حنا نشكروك استاذ على هذه الشهاده القيمه احنا شرف لينا انه تقدمونا أكيد. شهادات وحنا شرف لينا انه تكونوا انتم متواجدين معنا لانه احنا ماذا بينا انه شباب الجزائر يكون عنده طريق مستقيم يكون عنده طريق اللي يوصلوا للمستقبل احنا ما نكذبوش على الشباب نقول لهم واش كاين في الحاضر اذا احنا ماذا بينا انه انا نطلبوا من الفريق الإعداد أن يحضرون الشهادة شكرا. شكرا أول حاجة هذه الشهادة بصفة أولى هي الشهادة يتقدم الاتحاد الدولي لدفاع حقوق الإنسان العربي وحقوق الطفل بالتعاون مع الأكاديمية السورية الدولية للثقافة والعلوم بتقديم شهادة فخرية عليا مشتركة لقناة الجزائر الإعلامية أنوان في المجال الأدبي والثقافي والإنساني على مستوى الساحة العربية والعالمي مع أمنيته بالتوفيق والنجاح الدائم هذه قدمها رئيس الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الانسان وحقوق العربي بالاضافه الى عميد الاكاديميه السوريه السيد عبد عبد الكريم بالاضافه انه شاف الروبورتاجات تاعكم انتم في دعم الشباب اصر على ذلك قبل كل شيء ومسجله ايضا تحت رقم الاتحاد الاوروبي يعني وسجل الاتحاد الاوروبي يعني كي الرقم الاتحاد الاوروبي هذا تخرج زيروان انها استلمت شهاده فخريه عليا من طرف الـ وهذا الـ المقدمه. اكيد آه. شكرا جزيلا مالذي. هذا شرف مالذي. هذا شرف مالذي. كبير لنا وهذا مالذي. فخر لنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا, جزيلا. شكرا. شكرا لكم استاذ على هذا الشهاده نحن هذا الشهاده هي دعما لينا ودعما لكم اكيد وفخر لينا وشرف لك بالنا تفضل اهلا وسهلا <applause> اذا نعود نعاود نشكرك مره آ... آ... اخرى ربما ك... آ... كلمه ختاميه او اي حاجه <applause> آه حاب شكرا على 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 هذا الـ نقول احنا الاصغاء لكم انتم وعلى هذا الاهتمام الكبير شكرا. من طرف الكفاءات والشبابيه بصفه اولى مع طاقم شبابي محترف من من طرف القناه انوان الاعلاميه الرائده. نشكر نشكر جدا 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 يعني كيف كل شاب وكل شاب اطلع على النصائح هذه وراح يعمل بها وماذا بينا احنا يعني في دولتنا الجزائر نبنوها نحن لان الشباب هو مش على الغد. ودائما الانسان ما يقلش من روحه كما هدرنا ويتبع النصائح آذية وباذن الله ما يكون الا التوفيق إن شاء, عميقاً الله. عميقاً ان شاء الله ان شاء الله يا رب وانتم مرحبا بكم دائما من قناه الشباب العائله وحنا نتمنى لكم النجاح والتوفيق والتالق وتكونوا الجزائر ان شاء الله وربما ولما لا الى الدول العربيه والدول الاجنبيه ان شاء الله شكرا اكيد ان شاء الله دول العالم بصفه عامه ان شاء الله كي قلتي تالق نقول لك الازدهار ان شاء الله والى الاعالي <applause> الى الاعالي ان شاء الله يا رب وابواب قناتنا اكيد مفتوحه لكم خاصه الشباب بما انه قناتنا قناه شبابيه عائليه مئة بالمئة اكيد زميلتي اسمع انه قناتنا تفتح ابوابها للشباب وتعطيهم فرص باش يعني يغتنموا فرص تاعهم اكيد ويبرزوا مواهبهم وكفاءاتهم ان شاء الله وكما شفتوا ربما الشباب اللي راهم يشوفوا فينا الان ما تقولش انه انا صغير ولا انا ما عنديش ولا لكن اسعى وتوكل على ربي سبحانه وبدأوا الا ما راح توصل وراح تحقق وراح تكون الله. في النقطه اللي حبيتها ان شاء الله لازم يدي هاجر ما يخليش انسان أكيد. يتعب في الدنيا هذه أكيد. اي أكيد. انسان يتعب والله غير عنده عنده الثمار تاعو كي سوى يتعب باش اللي عنده ولا شي اللي ما شيء ايسونسيال يسعى لانه ربي سبحانه ادعوني استجب أكيد. لكم وإحنا نتوكلوا على ربي سبحانه ماشي نتوكلوا على الناس ان شاء الله الناس ما يعطوناش طاقه سلبيه والناس يدعموا انسان كي تشوفوه راهو ينجح خلوه ينجح وادعوه له يزيد ينجح اكثر والعقوبه اللي ما ان شاء الله اكيد بحق. ربما التعب زميلتي اسماء يكون, يكون يكون فيها أكيد. ربما انت ما تحسيش بلذه الطعام الا لما تكوني مام. جائعه أكيد. وما تحسيش أكيد. بلذه الارتواء الا لما تكوني عطشانه فما هي اللي تروي مليح أكيد. ان شاء الله ربي يوفق جميع انسان ان شاء الله يوفق الشباب شبابنا لانه هما ركيزه البلاد وخاصه نوجه تحيه اكيد لرئيسنا السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية لأنه صراحة هو وقف على شباب الجزائر وعطى لهم فرص يعني وجعلهم قاعدة أكيد القناة أكيد, أكيد وهذا فخر لنا ولبلدنا إذا مشاهدينا الكرام احنا نروح على فصل قصير ونعاودوا نعاودوا نقول لكم عفوا ابقوا معنا اذا عودنا ولينا لكم مشاهدينا الافاضل اينما كنتم وحيثما وجدتم دائما من بلاطو صباح الجمعه مع زميلتي هاجر وكل الفريق الاعداد اذا كي العاده والعوايد عندنا ضيوفنا مختلفين من ولايات مختلفه من الشرق من الغرب الجزائري من الجنوب الى الشمال يعني نحن يعني ماذا بينا انه كل الولايات يدخلوا لبلاطوهات صباح you <laughs> الجمعة أكيد وماذا بينا نزور احنا بيوت الجزائريين نعم. مع كل ضيوفنا اللي من كل ربوع الوطن, الوطن. أكيد وأبواب قناتنا مفتوحة لكم انتم ولكل لكل الجزائريين طبعا إذا مشاهدينا احنا كالعادة توجور نجيب لكم ضيوف مختلفين منهم فنانين منهم ممثلين ومنهم صغار منهم كبار منهم فئة شبابية الآن راهو حضر معنا منشد لي يعني ما شاء الله مدائح وما شاء الله قمة نرحب بك مع بعض سيد صهيب صدق معمر مع صباح الخير السلام ورحمة الله صباح الخير أشكركم على هذه الاستضافة وشكر موصول أيضا إلى الجمهور اللي ريتبع فينا جمعة مباركة شكرا علينا لي. وعليك استاذ استاذ ربما باش نتعرف عليك اكثر ربما استاذ معمر صادق صهيب كيفاش يعني بديت تدخل في مجال الانشاد ربما كانت عندك اعمال اخرى من قبل في التمثيل في التمثيل نعم كانت عندي اعمال في التمثيل وفي المسرح وفي في الدبلجه وفي التنشيط الاذاعي والتلفزيوني شاء, شاء الله الله يسلمك وفي الشعر وفي الكتابه ما, ما شاء الله ما شاء الله ايوه ثم قررت ان اهتم قليلا بالانشاد لان الانشاد في الجزائر محدود الصيت وغالب اغلب المنشدين اللي شفتهم انا يعاودوا من التراث ولا يعاودوا الاناشيد القديمه صحيح. القديمه او تاع المشارق ولا تعال صحيح لكن انا كريت ان خاص في الانشاد انا ونكتبه انا و... حاجه جديده ما شاء الله ما شاء الله, ربما استاذ انا حبيت نعرف كأول انشوده كانت لك ما هي اول انشوده كانت لي هي سبحان ربي هو المعز وهو المذل كانت تفوت عبر قناه عبر قناه الانوان نعم. عنوان نعم ومن ثم ما بديت ندير مم. ما شاء الله وبالنسبه للصوت تاعك اش كنت تشوف انه صوتك جميل وعندك كاريزما صوتيه في الانشاد والله غير صوتي ما نقدرش نحكم عليه انا الجمهور يحكم عليه أكيد. احنا نحاولوا باش نحسنوا من الاداء ونكريو خانات ما ندارتش ونتميزوا بها والحكم يرجع للجمهور اها باش بديت بالإنشاد ولا بالتمثيل انا في بدايتي كانت في الغناء ثم توجهت الى التمثيل وكتابه السيناريوهات ثم عودت وليت للغناء لكن للانشاد مهم. مهم. ما شاء الله وعلاش خطرت ما الغناء وخطرت الإنشاد؟ الغناء آه، آه، في الحق ما قعدش كما بكري باسكو دخلوا فيه بزاف آه، تخلطت الامور مهم. صحيح والانسان ما يكبر ويكبر يحاول باش ينقي يخلي في 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 مشواره الفني حاجه ينذكر بها في الخير انا مادا بعد الجيل اللي راهم جايين كيستمعوا اعمالي يقولوا ما شاء الله ما يسمعوش اعمال اللي ربما تكون سلبيه بالنسبه لي صحيح مم. مم. ربما استاذ نشوفوا انك انت كنت ممثل ومنشد لك انت شخصيا لو كان جي وين يخيروك بين الانشاد والتمثيل ماذا ستختار؟ نختارهم في زوج باسكو نبغيهم في زوج ونهواهم ونلعبهم في زوج معليش بصح ولكن حاجه لازم وحده تكون شويه حبيتوا حاجه زعما نستقر فيها حاجه الانشاد ما شاء الله انه صح يعني مشاهدينا الكرام صوت صادق معمر هو صوت صادق لانه الكلمات ما شاء الله في المستوى صح. كلمات نقيه محترمه في الدين الاسلامي وفي شغل الماركت انه الانشاد تاعك النشيد تاعك اللي تختارها دينيه هي انا شغل قصص وتحكيهم هكذا أنا, كيف دائماً مش انا دائما كيفاش يعني نزيد الكرام انا دائما كاين سواء في الانشاد او في الكتابات القصه القصيره او في السيناريوهات اللي كتبتهم او في حتى في القصائد عندي قصائد عباره عن قصص وهي قصيده نعم تكون فيها مقدمه وعرض وخاتمه ومغزى نعم دونك نعم. لك سؤال مهم هذا بزاف فنانين راهم يقولوا احنا فنانين ويخدموا مع احتراماتي للجميع لكن الغنيه اللي اديها ربما ماهوش حاسها نعم ماهوش فاهمها نعم وما على بالوش واش ما وش المردود نتاعها لكن الفنان كي يكون متمكن وعرف شنو يدير يقدر يتحكم في زمام الانشوده بحد نعم. ذاتها يعرف وين تي وين تي البيت هذا لازم يتادى عاطفي وهذا يتادى بفرحه نعم. هذا يتادى بشجن هذا يتادى الانشوده ثاني عندها روح نعم ماشي مجرد كلمات والحان لازم تعيشها لا. هذه لا. هي صحيح حتى زميلتي اسماء كما قال كما قلت من قبل استاذ انه معظم بالك المنشدين اللي هنا عندنا في في الجزائر ربما يادوا الاناشيد تاع بالك تاع المشارقه ولا ويعاودوهم وما صح يعاودوهم بالستيل تاعهم لكن تبقى الكلمات ماشي تاعهم هذه الحاجه اللي شفتها مليحه عندك انه الكلمات من تحت من تحت اشرافك انت التلحين من عندك انت يعني كل شيء من عندك انت ماشي حاجه مقلده ولا حاجه ولا حتى حاجه مقتبسه انا يعني يا اختي الغاليه الانشوده الاولى اللي كانت تفوت عن نعم انت سبحان نعم ربي سبحان المعز وسبحان نعم ربي والمعز المذل نعم آه ثم بعدها هذيك الانشوده مباشره ما ما الانشاد قعدت نعم نكتب ونبحث وكاع حتى صدفه وهذا من فضل ربي سبحان الله تلاقيت مع واحد الفنان تحفه نعم هو اسمه السيد علي مباركي نعم. هو من, من العاصمه نعم شاب طموح انسان خلوق مربي الصوت أه عنده الحان اللي كنت نحوس عليهم انايا نعم يخدم صوالحي سبحان الله اتصلت به وخدمت به معاه الانشوده اللي جبتها لكم اليوم خدمتها معاه ما شاء الله, الله اذا ربما بالنسبه لي الانشوده اللي اليوم اللي راك لنا اليوم تحت اسم هي المنور هي المنور هي انشوده في مدح سيد الخلق ما شاء الله النبي عليه الصلاه والسلام هي عباره عن ارهاصات او صرخه ما شاء الله صرخه مسلم وهو هذه قاعد يتمناوها المسلمين لان النبي هو شفيعنا يوم الحساب ونقعد طبعوا في شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام صحيح. لهذا كتبت هذا الموضوع انا ومناجات للنبي عليه الصلاه والسلام صلى الله, الله عليه وسلم اذا حنا مع بعض في من بلاطو صباح الجمعه مع مشاهدينا الكرام لكن بعد هذا الفاصل اكيد راح تستمعوها على المباشر او معنا ان شاء الله يا منور <applause> يا هدينا ألف الصلاة وسلام علي جهنم نجينا يوم الحساب الغربالي حبيب الله أنت نبينا تشفع في ندينا تمدنا ايدي انا ارتاح لنا القلوب واهتدينا بهدى تاهت بنا الدروب ووددنا لو نلقى انا ارتاح لنا القلوب واهتدينا بهدى تاهت بنا الدروب ووددنا الإسلام هو ديننا الحنيف أنت مسك الختام كنت لنا الحالي. دعوت للصلاة الصوم والزكاة قصص قرآننا نستخلص النجاة نبينا تشفع فينا، تنادينا ترد الناجي أشرت ليتي كهاتين في النعيم، بشرت وأندى من موعد عين، دعوت للتسامح وعرفت السلام يا واصل الحامي اذن شكرا جزيلا على هذا ما شاء الله هذه الكلمات الله يبارك بارك الله فيك اذا ربما كيفاش حكينا على هذا الاداء تاع هذا الانشوده وشكون كان من ضمن هذا الفريق الاعداد الخاص بهذه الانشوده أه كما سلف وان ذكرنا هي كلماتي والحاني و وانا دائما حريص لانتقاء انتقاء الكلمات الراقيه وحريص ايضا ان اكتسب جمهور راقي لان الفنان بجمهوره ومدبي الجمهور تاعي يكون راقي معايا نعم لان مسؤوليتي جمهوري من مسؤوليتي انا اكيد نقدم له الحاجه الشابه نعم شارك في هذا العمل كما قلت هو اكتشافي المايسترو سيد علي مباركي ومن من بيرتوتا من العاصمة ما شاء الله شاب طموح عنده أعمال كثيرة ومتعدة وكي اقترحت عليه هذه الأغنية وسمحها قال لي أنا نوزعها لك وكان الصوت أيضا في استوديو شنين عكاشة في غريزان وكانت بيناتنا دراسه معمقه لانجاز هذا العمل اذا نتمنى له كل التوفيق للاخ المايسترو سيد علي, سيد علي اللي من بيرتوتا نتمنى له التوفيق في مشواره الفني ونحن ماذا أن انه شبابنا يكونوا متالقين يكونوا خاصه هذه الاعمال الفنيه الخاصه بالدين يعني حاجه مليحه بالبزاف الاختي الغاليه حقيقه انا ادهشني هذا الشاب أكيد. ما شاء الله الشباب تاع دروك قليل وين تصيبي واحد يهتم هذا النوع من من الفن لا لان صحيح. الشباب توجههم راه معظم الشباب للاسف لكن مثل هكذا طاقات يجب الاهتمام بها ويجب ان تسليط عليها الضوء ولماذا ولما لا يبرزوا في الاعلام باش تكون عندهم ربما مساحه كبيره من الابداع ان شاء الله لما لا اكيد نحفزوهم ونكون نكونوا معاهم اكثر ربما انا حبيت لو تحدثنا اكثر عن هذه الانشوده ومعناها ومعنى الكلمه طبعا الانشوده هي كما قلت هي عباره عن صرخه صرخه مسلم صرخه مسلم يوم يوم لا ظل الا ظل الله سبحانه وتعالى وحنا النبي عليه الصلاه والسلام هو شافع الامه واي واحد يتمنى شفاعته. نعم. هذا هو المغزى تاع الاغنيه نعم. نعم. ربما انتم كما قلت انه سجلتوها في غليزان. نعم. شحال كانت مده التسجيل؟ مده التسجيل دائما التسجيل عنده علاقه بالفنان. نعم. كي يكون الفنان متمكن من الاداء تاعه وحافظ كلامه بيان وعارف الهوى. ما متشطش بزاف مم. احنا هذا العمل انجزناه في اسبوع مم. ما شاء الله لكن الفنانين ربما بعض المعلومات يسمع المشاهد الكريم يسمع بعض التصريحات من الفنانين يقولوا انا قعدت عام بخدمة اغنيه كان يقولوا انا قعدت عامين كلي قاعد صح هذا ماهوش بروبليم تاع الفن نعطيك من بعض الكواليس تاع الفنانين كاين دي فوا الاستوديو يكون شارج مم. يكون لا شارج في الاستوديو يعطيك موعد ربما من جونفي يعطيك موعد الى الجوي باش تدخلي الاستوديو مه. زائد الميكساج والماستورينغ وال والاعمال التقنيه تاع العمل الفني طول شويه خدمه كبيره باش يخرج العمل الى النور يقعد بالعام بالعامين لكن انا من حظي الوافر صديقي هذا الاستوديو المحلي في في غليزان ما كانش عنده مواعيد مع فنانين اغتنمت الفرصه انا وقلت له بلي راه عندي عمل واجد تسمى ما ماذا بينا نخفوا باش نوجدوه ما شاء الله واتصلت بهذا الموزع اللي قلت لك جاء حتى لعندي حتى لغليزان وخدم الحمد لله ما شاء الله الله يبارك الحمد لله يا رب اذا ربما استاذ أه ربما أه مهي مهي من, من ضمنها عندنا شخصيات نحن في ربما في الاناشيد في الدول العالم مم. كما انا نحب مثلا نسمع كلمات سامي يوسف ماهر زين اذا ربما انت استاذ هل عندك قدوه يعني شكون قدوة تاعك انا الاختي الغاليه ما, نكذبش عليك انا ما عنديش قدوه صح هذه بنقولها لك وانا انا نسمع كاع الالوان نعم. وجعل الطبوع وكاع لي نعم أه كما قلت لك انا انا في روحي كنت مغني وملحن نعم. دروك انا كي جبت روحي من ميدان الغناء نعم والتحقت بركب المنشدين تسمى الموهبه اللي طهاني ربي في الغناء عاودت بلورتها ورديتها للانشاد نعم راكي معايا نعم دروك انا بعض الاسماء اللي نتاثر بهم ماشي زعما ديت منهم ولا نعم وائل جسار في الانشاد وائل جسار نعم آه كان كاين بزاف اسماء ما ماهر زين وكاين حتى في, في الاغاني آه ماشي في الانشاد الاغاني الملتزمه كما آه حاتم عمور كما سعد المجرد كما انا ميال للمشرق اكثر المشرق, المشرق. ال... نعم. تاع الوس... المشرق نعم مهم. مهم. ربما استاذ ايضا عندك عمل اخر عندي. اللي راك تقوم به تحدثنا عليه اكثر آه العمل هذا ماشي راني نقوم به راه واجد جبته لكم انت ان شاء الله غادي يفوت ان شاء الله اكيد راح يشوفوه يكون عندي في عبر القناة. يمر عبر قناتكم ان شاء الله هو اغنيه انا الحب مهم. هذا العنوان ربما كاين بعض المشاهدين يقول لك ما عندوش علاقه بالانشاد. لكن انا الحب كي يسمع مم. الانشوده ولا يسقسيني واش ما... المغزى تاع هذه الانشوده نبيل له واش هي معنى واش هو المغزى تاع الانشوده؟ هي الانشوده تتكلم على الانسان المحب. مم. الانسان عموما سواء يكون مسلم او مسيحي او ديانه اخرى. مم. الانسان كيكون كي محب للمجتمع لبيئته، محب للسلام يكون انسان ايجابي اكثر الانسان اللي يكون متغطرس سلبي يكون يكره كاع الناس بهذيك ال... الكاريزما تاعو الكاركتر تاعو ياثر على نفسه ياثر على بيئته هذا الانشوده انا نقول لهم الحب ماهوش ماهوش حب المال ولا حب ال... حب ال... الحب ال... الدنيا <مممم>. الحب هو حب الله صح. حب الخير حب ال... اليتيم <ممم>. حب ال... حب الايجابيه في الحياه حب منا. السلام هذا نعم. هو الحب الحقيقي معنى الحب للانسان في الحياه. <متصفيق> <متصفيق> نعم ما شاء الله اذا استاذ ربما كانت عندك عراقيل كي كنت تدير في بديت في الانشاد ولا اسكو كانوا عندك دي زوبستاكل. في حياتي الفنيه؟ نعم. عندي عراقيل. <applause> عراقيل كبيره ماشي غير عراقيل. مثلا. عندنا عراقيل عراقيل في, ال... في الانتاج، عراقيل في ال... في في, في التواصل بيننا احنا كفنانين ما كاش جسور ربط ما بين المنتج والفنان والموزع مه. مكاش ما كاش ربما سبونسور اللي ربما يسبونسوري لك العمل الفني تاعك ما نعم. عندناش شركات كيما لبنان كيما روطانا وكيما كاين شركات خاصه في العالم المشرقي هما اللي هما اللي يبوسوا الفنان هما اللي يبرزوه لجمهوره نعم. نعم. احنا ما عندنا واحد الاتصال ضئيل ضئيل مع مديرية الثقافة حسب الميزانية تاع مدير الثقافة و مم. ما ما, شاء ما ان شاء الله تتحسن الامر ما عندوش مردود كبير ان شاء الله ان شاء الله يا ان شاء الله اكيد ديما إن, ان شاء الله من اول فوق نزيد نشوفوا تحسن كبير اكيد ان شاء الله ما شاء الله كما الـ 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 الماده التي استحدثت في الدستور اللي حضرت الفنان وكاع راهم يقولوا داروا له حقه في الفنان انصف الفنان وغادي تكون عنده امتيازات و... وعنده واجبات وحقوق نعم ربما في هذا المرسوم هذا بالك تتغير الامور تنفرج إن الامور ان شاء الله ان شاء الله نعم. ربما استاذ ككلمه ختاميه ولا حتى كاهداءات ولا كنصائح الكلمه قبل ما نقدم الكلمه الختاميه او الاهداءات اشكركم انتم اولا شكرا على جزيلة. فتح قلوبكم قبل باب القناه ربي ينورك هذا الحفاوه والاستقبال المتميز اتمنى لكم الرقي والنجاح في مشواركم الاعلامي ان شاء الله يا رب الشكر موصول ايضا الى السيد مدير القناه السي ابراهيم اللي منحنا هذه الفرصه نعم نشكر كل القائمين على انجاح هذا البرنامج من صحفيين تقنيين مهندسي صوت، إضاءة، مكياج، إخراج، كاع نعم. ليكيب، ثم الكلمة قبل ما نروح للإهداء، الكلمة الختامية اللي نبغي نقولها أتمنى من الفنان الجزائري أن يكون مسؤول أكثر عن ما يقدمه للجمهور. نعم. ماشي قال غير درت حاجة جديدة وصايي. صحيح. ما يغنيش من أجل الغناء. صح. اللي يكون م... يكون مسؤول على واش راه يقدم. نعم. هذه وحدة. واما الاهداء نقدم اهداء عام الى كل من يعرف صهيب صادق معمر عائلتي بمزونه اصدقائي في غريزان عائلتي في وهران وفي مستغانم والى كل الزملاء دون ان انسى صديقي فؤاد رستم وكمال قشره والقائمه طويله ولا اريد ان اطيل <applause> اكيد تحية جمهور كبيرة لهم الجمهور تاعي اكيد تحية لكل جمهورك ولكل احبائك ولكل الناس اللي يعرفوا تحية كبيرة لهم كنت شكرا. متواجد معنا آه لنهار اليوم وشكرا على حسن تلبيتك لدعوتنا وان شاء الله نتلاقاو ربما في في فرص اخرى ان شاء الله ولما لا ان شاء الله الاعمال <applause> قبل ما نكملوا هذه الجلسة الخفيفة ظريفة نضرب موعد نعم نضرب موعد الجمهور الكريم نعم لا. لانني اعمالي الجديده فيديو كليب تاع يا المنور لا. اللي خدمناه بثلاثي الابعاد زائد لا. فيديو كليب انا الحب لا. سوف يمر حصريا على قناه العائله الان وان تي في ترقب جمهوري الحبيب راح راح يبث حصريا في صباح الجمعه وبعدين في القناه ثم <applause> راح يبث ديريكتومون في صباح آه الجمعه ان اذا نضرب موعد الجمهوري اللي راه باغي يشوف الجديد نتاعي ما يزابيش ويقعد في قناه الانوان غادي يشوف جديد ان شاء الله يعني. اكيد يعني. ان شاء الله ان شاء الله حيفوت يا يعني. اخي هكا زميلتي اكيد آه حاليا دوك بعد الفاصل راح تشوفوا آه كليب اخر آه للفنان والمنشد والاستاذ صهيب صادق معمر آه. نعم ان شاء الله اذا آه فناننا واستاذنا وربي يحفظك ان شاء الله ربي على قدرك آه نشكرك جزيل الشكر على تلبيتك لدعوتنا ولحضورك معنا اليوم في البلاطو وكل،, وكل كل عفوا وكل ولايه غليزان ومدينه مازونه الله يبارك فيك غانم وغليزان ويشلف هكا تحيه كبيره اليوم تحيه كبيره لكل ولايات الوطن وكل الجزائريين اذا نشكرك جزيل الشكر وان شاء الله مزيد من نجاحه والتألق يا, يا رب ديما نتلاقاو في الخير ان شاء الله, الله. الله. اذا مشاهدينا الكرام احنا نروح على فاصل ونعود نقول لكم شوفوا معنا هذا الكليب الجديد او هذا العمل الجديد للفنان صهيب صادق معمر ونعاودوا نقول لكم بقاو معنا مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام عددنا لنهار اليوم من بلاطو صباح الجمعه وان شاء الله يكون نال اعجبكم. ان شاء الله ان شاء الله تكونوا استفدتم منا وان شاء الله يكونوا عجبكم ضيوف اللي كانوا حاضرين معنا اليوم في هذا العدد في هذا الاسبوع وان شاء الله ما كناش ثقال عليكم ان شاء الله اذا احنا نشكر كل من هو قائم على آه هذا البرنامج بيان المخرج المخرجه نسيمه ابراهيمي المصوره آه حليمه طاري عادل بروينا وكل من هو قائم نشكره محلات آه ايماج غريفة على هذا الاطلاله لنا اليوم وقبل ما نختموا اليوم نوجه اهداءاتي لامين ولا من ولاية الطرف ونقول له إن شاء الله ربي يحفظك والأخ عماد من مدينة عنابة إن شاء الله نتمنى له التوفيق في المشوار هاني وربي يحفظه إن شاء الله إن شاء الله نتمنى له التوفيق ونتمنى له التوفيق لكل واحد إن شاء الله في قلبه حاجة ولا راهو في بداية الطريق إن شاء الله إذا زميلتي أسماء أنا أيضا نشكر محلات إيماج غريفة اللي كانوا لبسونا اللي كانوا مشرفين على إطلالتنا لنهار اليوم وتحية كبيرة لكل الطاقم القناة تحيه كبيره لكم اذا نحن بقنا غنقول لكم بقاو على خير تهلاو في روحكم بزاف بزاف جمعه مباركه